حالكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير، وشكرا جزيلا مرة ثانية على حضوركم اليوم للمناقشة أو لحضور هذا اللقاء المتعلق بشكل أساسي طبعا على اللغة ألف، على مجموعة اللغة والأدب في مرحلة الدبلومة. وهو يعني هذا اللقاء هو الثاني حول برنامج الاي بي بشكل عام. المرة الماضية كان الأمر كان مركز بشكل أكبر على التساؤلات وخصوصا في المرحلة المتوسطة، ولكن في هذا اللقاء إن شاء الله بيكون التركيز أكثر على مرحلة الدبلوم وتحديدا على مجموعة اللغة والأدب والتقييم فيها. في البداية سريعا، احنا بنسترجع سويا أو بنتذكر سويا ما تعرفونه جميعا عن مرحلة الدبلومة، وهي البرنامج أو المرحلة الثالثة في تطور برامج الاي بي، اللي هي بدءا من برنامج السنوات الابتدائية البي واي بي، بعدها من برنامج السنوات المتوسطة الام واي بي، وأخيرا برنامج الدبلومة، والذي يوازيه كذلك حديثا البرنامج السي بي او كارير ريليتد بروجرام المتعلق بالتعليم المهني تحديدا. برنامج الاي بي او برنامج الدبلومه في برنامج الاي بي هو بيتكون من 6 مجموعات او من 6 مجموعات دراسيه. المجموعه الاولى هي مجموعه دراسات في اللغه والادب، وهي التي نتحدث عنها اليوم او نتكلم عنها اليوم تحديدا. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة الـ Language Acquisition أو اكتساب اللغة. جماعة ممكن نعمل ميوت لل نستعمل ميوت لو سمحتم، شكرا. ممكن نعمل ميوت لو سمحتم بعد إذنكم، الناس كلها تعمل ميوت، الله يرضى عليك، شكرا جزيلا. المجموعة الثانية اللي هي Language Acquisition أو اللي هي تتعلق باللغة باء تحديدا، وهي ليست موضوعنا اليوم، ربما يستفيد منها بعض إخواننا الكرام في مسألة التقييم بشكل عام، ولكن قد نفرد لها يعني لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين. مجموعة اللغة والأدب التي نتحدث عنها اليوم بإذن الله تعالى، نجد أنها تتكون أو هذا هو النموذج الذي يتكون منه أو تتكون منه مجموعة اللغة والأدب. في هذه المجموعة بنجد أنها حاولوا عندما قاموا بتصميم هذا النموذج أنها ترتبط بشكل كبير بمجموعة الاي بي عموما أو مجموعة الدبلوم عموما، يعني أنها تكون بنفس صورة الدوائر المتداخلة التي يحيط بها من الخارج الدائرة الأكبر المتمثلة في العقلية الدولية. ولكن هنا في مجموعة اللغة الأدب هو أضافوا إليها هذه العناصر الثلاثة كذلك، عنصر الإبداع والنشاط والخدمة اللي هو بنرمز إليه دائما بكلمة الكاس creativity activity service، أساليب التعليم والتعلم واللي هي بنسمعها دائما في مدارسنا بكلمة الـ approach to learning أو الـ approach to teaching الـ ATL skills تحديدا، ونظرية المعرفة، وهي من النقاط المهمة التي سوف نتحدث عنها اليوم ونحاول أن نلقي الضوء عليها. داخلها بتأتي الدائرة الأصغر واللي بتمثل الآن مرحلة التواصل أو مرحلة إيجاد نقطة التواصل ما بين المرحلة المتوسطة ومرحلة الدبلوم، وهي المفاهيم. وسنجد هنا أنه تم اختيار 7 مفاهيم أساسية أو رئيسة يمكن أن يتم تناول المنهاج من خلالهم. بعد ذلك في الدائرة الأصغر بنجد المحاور الثلاث التي يتم تصميم المنهج على أساسهم، وهم الزمان والمكان، القراء والكتاب والنصوص، التناص أو ربط النصوص. وفي الآخر طبعا هذه هو مجرد العنوان. فبالتالي اللي هي بيحاول إن هو يقول إن هذه الأشياء تحاول أن تخدم اللغة والأدب والأداء كما سنرى الآن إن شاء الله رب العالمين. فإذا في مسألة أو في تنظيم مجموعة الدراسات في اللغة والأدب تحديدا، هو بيحاول إن هو يأخذها إما من الإطار الخارجي، وبالتالي يتم الأمر تعميما في البداية أو يتم تناول الأمر تعميما في البداية للوصول إلى التخصيص بشكل أساسي، أو العكس، من الممكن أن يتم الأمر بداية من الخصوص ثم محاولة التعميم بعد ذلك. وهذه هي الفكرة الأساسية اللي دائما بيتم استخدام الدوائر عندها في برنامج أو في منظمة البكالوريا الدولية عموما، هو لمحاولة إيجاد هذه المرونة في التناول، إما أن يأتي أو الأمر بدءا من العموم للخصوص أو العكس. عند تصميم المنهج أو عند محاولة إظهار المنهج في تناول المنهج، بنجد أنه يتم تناول المنهج من خلال مجالات 3 هي تحاول أن تقدم
الإطار العام للمجموعة اللغة والأدب، وهي أولا فكرة القراء والكتاب والنصوص. هنا يا جماعة لما بننظر لفكرة كلمة مجال الاستكشاف أو إلى الجوانب اللي بيتكون منها المنهج، هي بتحاول إن هي تقدم لنا إطار عام عندما نختار فيه النصوص، سواء كانت نصوص لغوية أو كانت سواء نصوص أدبية. فأول مجال بنحاول نستكشف منه هنجد إن هو بيتكون من 3 أشياء: القراء والكتاب والنصوص. باعتبار أننا جميعا على حد علمي إن شاء الله جميعا نحن من معلمي اللغة العربية، نحن نعرف أن استخدام حرف العطف هنا وإن كانت الأمر أو إن كان الأمر مترجما هو لمطلق الجمع، ولكن هو يحاول هنا بشكل عام أن يبين أننا في هذا المجال نجد الجانب المشترك ما بين القراء، ما بين الكتاب، ما بين النصوص، باعتبار أن هذه الـ3 أشياء تمثل هرماً أو حلقة تواصل أو موقف للتواصل يتكون من خلال منتج النص وهو يتمثل في الكتاب، متلقي النص وهم القراء، وأكيد النص ذاته الذي هو وسيلة التواصل ما بين القارئ والكاتب. في اللقاء الماضي ربما أشرت سريعا إلى أننا عندما نتعامل مع كلمة، أو سنلاحظ أننا دائما نستخدم كلمة النص ولا نستخدم كلمة العمل الأدبي أو المقال أو الرواية أو ما شابه. لماذا؟ أو ما السبب تحديدا لاستخدام كلمة النص بشكل واضح غير أو بدون تحديدها بشكل معين أو بقالب أدبي معين؟ في الدلالة المعجمية لكلمة النص تحديدا هي معناها الظهور، نص عن الشيء أي أظهره، فبالتالي كلمة نص تحديدا هي كل ما يستخدم، كل وسيلة قد يستخدمها كاتب أو مبدع أو منشئ أو منتج للنص على حسب المتعلقات الكثيرة له، لكي يظهر فكرا، لكي يظهر هدفا، لكي يظهر قضية معينة. فهي كلمة نص كدلالة معجمية كمعنى كده في القاموس هي معناها الظهور والإيضاح، حتى أنهم كانوا قديما يحاولوا تقديم يقولوا نصت الظبية عن رأسها يعني أظهرته. فنحن لما عندما نتعامل مع النصوص في مجموعة اللغة والأدب ونقدمها للطلاب، لا نقدمها على أنها أنواع مستقلة، ندرسها على أنها أنواع مستقلة سواء كانت أدبية أو غير أدبية، ولكن نحاول بشكل كبير أن نوضح لهم أن هذه النصوص هي وسيلة وأداة فعالة لإظهار شيء معين، لإظهار فكرة، لإظهار معنى، لتحقيق هدف ما. وبالتالي هو بيحاول في كل في مجال الاستكشاف، سنجد أنه دائما في الجايد في الدليل بيحاول أن هو يضع بعض الأسئلة التي تساعدنا نحن كمعلمين على أن نقوم بتدريس هذا المجال. فيجد فيه أنه يقول لماذا ندرس اللغة والأدب؟ كيف تتأثر أو كيف نتأثر بالنصوص بطرق متنوعة؟ كيف ينشأ المعنى ويتباحث ويعبر عنه ويفسر؟ الأمر شكله تماما في كل الأوقات متعلق بإظهار الفكرة، بإظهار المعنى، بالهدف الذي يسعى إليه هذا النص على اختلاف أنواعه وقوالبه. هذا لا يعني إطلاقا بالتأكيد أننا سنهمل النوع الأدبي أو سنهمل نوع النص أو القالب الكتابي الذي يأتي فيه، نحن لن نهمل ذلك بالتأكيد، ولكنه سيأتي في المرحلة الثانية باعتباره مؤثرا في المعنى وليس معبرا عنه. فالنوع الأدبي أو النوع الكتابي هو يؤثر في عرض المعنى الذي يريد أن يأتي أو الذي يريد أن يصل إليه الكاتب، ولكنه ليس هو المعبر عنه تحديدا. فنفس المعنى قد يتم التعبير عنه من خلال الرواية، قد يتم التعبير عنه من خلال القصة القصيرة، من خلال المقال، أو حتى لو اعتبرنا من خلال النصوص المرسومة أو الصور، هي نص بالتأكيد، حتى من خلال الصورة أو من خلال الكاريكاتير وما إلى ذلك. فبالتالي المجال الأول الذي ينظر إليه عندما نقوم بتصميم المساق، بتصميم الأشياء، مجموعة اللغة والأدب أو منهاج مجموعة اللغة والأدب، هو القراء والكتاب والنصوص. المجال الثاني هو الزمان والمكان، وبالتأكيد يعني هذا هو أشهر المجالات وأسهلها وأكثر الأمور تناولا دائما عندما نتعامل مع مجموعة اللغة والأدب،
وهو بينظر دائما إلى فكرة السياق المكاني أو السياق الزماني، السياق الثقافي التاريخي الذي أنشئ فيه هذا النص أو الذي قدم فيه هذا النص، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثرا وتأثيرا ما بين الأماكن المختلفة، ما بين المجتمعات المختلفة، ما بين الثقافات المختلفة. وأيضا يطرح فيها بعض من هذه الأسئلة اللي هي ما مدى أهمية السياق الثقافي أو التاريخي لإنتاج النص وتلقيه؟ كيف نتناول النصوص من الأزمنة والثقافات التي تختلف عن أزمنتنا وثقافتنا؟ هذه كلها مجموعة من الأسئلة الإرشادية التي تحاول بشكل أساسي أن تقدم لنا نحن كما قلت كمعلمين لهذه المجموعة مدخل، نقطة انطلاق، تعميق للدراسة، تعميق للبحث عندما نقوم بتصميم المنهج في حد ذاته. هنا أنا بحاول ألفت النظر فقط إلى أن مسألة الزمان والمكان عندما ننظر إليهم أو ننظر إليهما، لا ننظر إليهما باعتبارهما أيضا من عوامل الأساسية في دراسة النصوص، ولكنها من العوامل المؤثرة فيها. أنا كثيرا اليوم سأركز على فكرة أساس التناول والمؤثر فيه، لأننا أحيانا كثيرة ونحن نقوم بتدريس هذا المساق بنخلط ما بين الاثنين، بنخلط ما بين فكرة أن يكون هذا الأمر مؤثرا في التناول، هو يؤثر في فهمنا، يؤثر في طريقة شرحنا، في طريقة تقديمنا للطلاب، وما بين أن يكون أساسا لتناول هذا النص تحديدا. فأنا كثيرا ما سأحاول التفرقة ما بين هذه أو ما بين هذين المصطلحين تحديدا. بعد ذلك هو مجال الاستكشاف اللي هم عبروا عنه هنا بفكرة التناص أو ربط النصوص. وطبعا التناص هو ترجمة إلى حد ما أنا لا أوافق عليها بشكل كبير، لأن هو حاول هنا أن يقول، يعني لم يجد المترجم للدليل مصطلحا مباشرا يمكن أن يعبر عنه، فاستخدم مصطلح التناص وحط ما بين كده نقطتين وكأنه يوضح أنه هو يعني ربط النصوص. طبعا نحن نعلم أن التناص شيء وربط النصوص شيء مختلف تماما عنه. ربط النصوص هو بيحاول ان هو طوال الوقت ان هو يجد العلاقات ما بين النصوص المختلفة، سواء كانت موجودة في نفس الزمان، في نفس المكان، في نفس الثقافة، او في ثقافات مختلفة او متنوعة او اماكن مختلفة. بينما التناص هو استلهام روح نص ما لانشاء نص جديد. زي لما كنا بندرس كلنا كده في الزمان في الكلية، لما يجي يتكلموا على سينية شوقي وسينية البحتري، ويقول لك أنه بينهما تناص، أنه حاول الشوقي أن يقلد ما بين قوسين فكرة سينية البحتري ويضعها مرة أخرى في سينية مختلفة عنده، ولكن تتناسب مع الزمان والمكان والواقع الذي عاش فيه الشاعر في ذلك الوقت. فهي التناص شيء وربط النصوص شيء تاني آخر، هذا شيء مختلف عن الاثنين. طب احنا بنتكلم عن عن أي واحد منهم؟ نحن نتكلم عن ربط النصوص وليس التناص. ومحاولة أن نقوم بتدريس هذا المجال من خلال التناص تحديدا، احنا يعني بنطلب، بيكون مطلبا عصيا بالفعل، يعني لن نستطيع أن نصل إلى ذلك، خصوصا مع طلابنا اللي هم بيجدوا مشكلة أساسا في التعامل مع اللغة العربية الفصحى. فلو حاولت أن أنا أعطي له نصوصا قد أنشئت بشكلها الأصلي وتم تقديمها وتم إنشائها مرة أخرى من خلال كاتب آخر في ثقافة مختلفة، في مجتمع مختلف، في زمان مختلف، مستلهما روح هذا النص تحديدا، الأمر سيكون يعني أراه أنا من وجهة نظري شبه مستحيل، إن لم يكن مستحيلا، لكن لعل إخواننا الكرام يكون عندهم وجهة نظر مختلفة أكيد. اللي بيجعلني بقى أقول إن لماذا هو كان يقصد تحديدا ربط النصوص هو هذه الأسئلة. لو نظرنا إليها تحديدا سنجد أنها بتتحدث أكثر عن مدى الترابط ما بين هذه النصوص، ما بين العلاقات، ما هي القواسم المشتركة بينها، ما الذي يجمع بينها، ما الذي يفرقها. لذلك أنا بحاول في هذا المجال تحديدا أن أركز على السؤال الرابع، ما مدى صحة فكرة النص الكلاسيكي. برضو احنا هنا بنتكلم على ان انتوا عارفين طبعا ان الاي بي اللي بيكتب فيه الأدلة للمواد اساسا باللغه الانجليزيه او الفرنسيه او الاسبانيه، وبعدين يتم ترجمتها، وتحديدا اكثر هو بيتم يعني كتابتها باللغه الانجليزيه وبعد كده بيتم ترجمتها لاي لغات اخرى.
فهي لا تكتب في واقع الامر من عرب او من ناس عرب، وتكتب باللغه العربيه الاصيله. فهنا لما بيقول ما مدى صحه فكره النص الكلاسيكي، هو بيقصد بيه النص الاصلي، يعني البدايه، فكره ان يكون هناك نوعا ادبيا بدا في هذا المكان تحديدا، ثم انتقل وانتشر وتم استلهامه في ثقافات متنوعه، في اعراف مختلفه، في اماكن مختلفه. زي ما بنيجي نقول كده كثيرا ان احنا كعرب لم نعرف فن المسرحيه. نحن في اساس الامر كعرب ليس عندنا، لم يكن عندنا فكره المسرحيه، او لم تكن عندنا فكره الروايه، ولكنها نشات في ثقافه مختلفه، ثم انتقلت بعد ذلك الى الادب العربي، فاصطبغت بصبغته، وكان لها يعني شكلها الخاص وطرق التعبير المختلفه عنها والاساليب المستخدمه فيها. ولكن اساس النص في حد ذاته، أو أساس فكرة الرواية في حد ذاتها، إن استطعنا أو قلنا أنها تعبر عن كلمة نص كلاسيكي، هي لم تكن موجودة عندنا. فهو هنا بيناقش ما مدى صحة فكرة النص الكلاسيكي لكي يصل من خلالها إلى فكرة ربط النصوص تحديدا. هل من الممكن هي تكون بتدل على التناص كذلك؟ أكيد، ولكن إحنا لا ننظر إليها بشكل منفرد، إحنا بننظر إليها في إطار تقديمنا لهذه النصوص أو هذا المجال للطلاب، في إطار تنظيمنا وقيامنا بتنظيم وتصميم المساق والمواد اللي موجودة فيه. يبقى إذن هذه هي المجالات الثلاث التي سوف يتم تصميم المقام، المساق والمنهج والمواد المقدمة فيه من خلالها، اللي هي القراء والكتاب والنصوص، الزمان والمكان، التناص أو ربط النصوص. طبعا أنا وضعت هذا فقط لمحاولة إن إحنا ننظر إلى فكرة عدد الساعات، لأن هي يعني كتير من المدارس قد يخل بها، وفي منهم اللي بيزود عليها زيادة عن اللزوم جدا جدا. ففكرة ساعات المستوى العادي والمستوى العالي، فإحنا عندنا إن المفروض إن المستوى العادي الـ SL لابد إن هو ياخد 150 ساعة تدريس في السنتين. طبعا احنا بنتكلم على الدي بي 1 والدي بي 2، صف 11، صف 13، على حسب ما بيسمى، على حسب المدرسه وسياقها. ولكن في السنه الاولى هو المفروض ان، والثانيه الاثنين مع بعض، المفروض ان بيكون عندي 150 ساعه للمستوى العادي في مقابل 240 ساعه في المستوى العالي. انا عارف ان ده بيكون الى حد كبير بنواجه احنا مشكله كبيره فيه كمعلمين، ولكن يعني بنحاول ان احنا نصل اليها بشكل ما. من الامور التي تمثل قد او قد تمثل خطأ كبيرا عندنا ونحن نتناول مجموعة اللغة والادب، ان المفاهيم بتنتهي عند المرحلة المتوسطة، وهي كانت كذلك الى مرحلة ما او الى وقت ما، ان احنا دايما بنيجي نبدأ بفكرة التعلم المبني على المفاهيم او الاستيعاب المبني على المفاهيم، واللي تم طرحه وتقديمه في عام 2013 زي ما قلنا في اللقاء الماضي. وبعد ذلك بنصل أو بيصل الطالب لغاية الصف العاشر، وبينتهي الأمر عند ذلك، ولا يوجد بعد ذلك ما يسمى أي حاجة في المفاهيم ولا قيمة لها إطلاق. ولكن مع التعديلات اللي موجودة الآن، أصبح أن المفاهيم كذلك موجودة في الدبلوم، وبالتالي تجاهلها قد يكون من الأمور أو من الخطأ الشائع اللي موجود عندنا، على الرغم كما سنرى الآن أنه لن يتم تقييمها، ولكن لابد أن يتم اعتبارها. بمعنى أن في المرحلة المتوسطة نحن نقوم بإنشاء المنهج وبتصميم المنهج على أساس المفاهيم في المقام الأول. لا، في مرحلة الدبلومة الأمر مختلف، إحنا بنقوم بتقديم المنهج وبإنشائه على أساس مجالات الاستكشاف أولاً، ثم ما يتبعها من اختيار المواد كما سنرى، ولكن بيتم اعتبار المفاهيم عند تصميم هذا المنهج، اعتبارها، وضعها في الذهن، يجب أن يكون لها تأثيرا في عملية التعليم والتعلم، ولكن هي ليست مقصودة لذاتها، هي لا يتم تصميم المنهج على أساسها. في المرة الماضية احنا تكلمنا على أن هذه المفاهيم عموما هي بتكون لها قيمة وذات مغزى، مجردة، دقيقة، تعبر عنها بكلمة أو كلمتين، تعبر عن سمات مشتركة لأمثلة معينة، ده الشكل العام للمفاهيم عموما. مرحلة الدبلومة هو بتساعد على تنظيم دراسة النصوص، على تنظيم وجودها في خلال مجالات الاستكشاف الثلاثة.
هنا بيقول مع أن المفاهيم، الجملة اللي كنت بقولها الآن يا جماعة، مع أن المفاهيم لا تقيم صراحة في أي عنصر، هي ليست لها تقييم مباشر واضح، فهي تشكل جزءا أساسيا من تحقيق واستقصاء الطالب، ولذلك يجب إدراجها عند مناقشة كل نص من النصوص المدروسة. وهنا ده بيعطينا نوع من المرونة أكثر من المرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة احنا دائما كنا بنقوم بتصميم الوحدة على مفهوم واحد في الغالب، هو مفهوم واحد المفهوم الرئيسي اللي بنستخدمه، وبنحاول نعمق الفهم من خلال مفاهيم متصلة أخرى. لكن في مرحلة الدبلومة الأمر بيختلف، احنا ممكن نتناول النص الواحد أو الوحدة الواحدة من خلال أكثر من مفهوم. لهذا السبب هو بيقول فهي تشكل جزءا أساسيا من تحقيق واستقصاء الطالب، ولذلك يجب إدراجها عند مناقشة كل نص. وهنا بأركز على كلمة تحقيق واستقصاء الطالب، أي أن الأمر منوط في الأول أو في البداية والنهاية بالطالب ذاته وليس المعلم. الأمر منوط بعملية التعلم وليس التدريس، يعني من المفترض إن احنا بنوجه الطلاب إن هم يحاولوا أن يستكشفوا المفاهيم داخل الأعمال التي نقوم بتقديمها لهم، داخل النصوص التي نقوم باختيارها لهم، أو إذا اختاروها هم كما سنرى. فبالتالي الأمر يكون عند الطالب أكثر من المعلم في المفاهيم، في الاستيعاب المبني على المفاهيم في مرحلة الدبلومة تحديدا. بنحاول طوال الوقت، وهذا أمر مهم للغاية لأنه سيتضح مدى أهميته لما بنيجي نتكلم على التقييم إن شاء الله، هي أن الطالب هو الذي يستطيع أن يصل إلى ربط المفاهيم، إلى أثرها داخل النص، إلى انعكاساتها في أسلوب الكاتب، إلى انعكاساتها في القضايا المعروضة وما إلى ذلك، وليس نحن كمعلمين، ليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر من عندنا، نحن نقدمها لهم، نحن نشجعهم ونوجههم لكي يستكشفوها هي تحديداً. أنا هنا تحديداً بس يعني أريد أن أرى إذا كان في أي سؤال بهذه النقطة في فكرة الاستيعاب المبني على المفاهيم قبل أن أكمل تحديدا، لأن أنا عارف إن هي من النقاط التي تكون إلى حد ما مشكلة عند كثير من الناس، هي يعني كيف نقوم بدمجها، كيف نقوم بالتعامل معها، المفاهيم انتهت في المرحلة المتوسطة أو انتهت في الصف العاشر، فهل في أي أحد من إخواننا الكرام عنده سؤال فيها؟ يعني إن شاء الله ما يكونش في سؤال، الحمد لله. في تمام. كيف نحدد المفاهيم كنقاط؟ المفاهيم نفسها هنتكلم عنها، المفاهيم نفسها محددة تحديدا داخل الجايد نفسه، هي موجودة داخل الدليل. أخوانا الكريم كاتب بيقول أو إسلام بيقول كيف نشرك الطلاب، قصد حضرتك إزاي نقوم بتحفيزهم ليها، ولا نشرك الطلاب في ماذا؟ تحفيزهم على ان هم يستكشفوا المفاهيم تحديدا؟ نعم، نشرك الطلاب في تحفيزهم بمحاوله طرح الاسئله المتعلقه بكل مفهوم من هذه المفاهيم وربطها بجوانب العمل الادبي. فلو اعترض لو بجوانب العمل عموما سواء كان ادبي او غير ادبي، فلو اعتبرنا ان انا ساقوم بتدريس مفهوم او اريد من الطلاب ان هم يستكشفوا مفهوم الهويه، وكان هذا التطبيق على الروايه تحديدا، كيف ظهرت الهوية في جوانب الرواية؟ كيف ظهرت الهوية عندما أراد الكاتب أن يصف الشخصيات؟ كيف ظهرت الهوية في سرد الأحداث؟ كيف ظهرت الهوية أو مفهوم الهوية في الكلام على مثلا لغة الكاتب سواء كان على مستوى المفردات أو التراكيب؟ فأنا بحاول إن أنا أعطي له من الأمثلة المحفزة التي يريد، من الأسئلة المحفزة التي من خلالها يستطيع استكشاف هذا المفهوم. مجالات الاستكشاف بتكون على سنتين، ليست في كل سنة، ولكن من الأفضل أن نحاول، يعني هو دي من المناطق الرمادية كثيرا في التعامل مع المادة، إن احنا نحاول إننا نتناول جانب منها في كل سنة. يعني أنا شخصيا لما كنت بأصمم المساق هذا، أنا كنت بحاول إن أنا يكون عندي 3 وحدات كبيرة في كل سنة، كل واحدة منهم بيكون فيها مجال من مجالات الاستكشاف. ليس بالضرورة إن أنا أقوم بتلبيتي أو بتغطيته بشكل واف تماما، ولكن أنا يكون تغطية المجال
على السنتين، لكن انا كنت بحاول ان انا اقوم بتصميم 3 وحدات على السنتين تحديدا، على كل سنة اسف. طيب في يعني انا عملت شير سكرين قبل ما اشوف في اسئلة تاني ولا لا، في اي اسئلة اخرى يا جماعة؟ هل هناك اي اسئلة اخرى متعلقة بهذا الامر؟ تمام. في بناتي الان لمتطلبات المنهاج. طبعا هذه ايضا يعني من الاشياء اللي انا اعرف انكم معظمكم يعرفونها جيدا، ان لابد من ان احنا ننظر دائما في متطلبات المنهاج الى ان يكون هناك مجموعه متنوعه واسعه من انواع النصوص، اشكال ادبيه، اماكن، ازمنه، اراء مختلفه. كل لا يجب ان تكون هذه النصوص موجوده بشكل ضيق في مجال واحد او في زمان واحد. لا، ليس الأمر مع ذلك. يجب أن يكون هناك في عند اختيار هذه النصوص أن تكون فيها محتوى متوازن ما بين النصوص الأصيلة والنصوص المترجمة. يجب أن تطرح أفكارا، تصورات مختلفة. وبالتالي بيكون مرحلة الإعداد بالنسبة لنا هي أهم مرحلة، مرحلة التفكير. وهنا من الممكن أن يتم إشراك الطلاب كذلك عند اختيار هذه النصوص. يعني هل من الممكن استشارة الطلاب في من مجموعة أعمال أدبية أو من مجموعة أمثلة أو من مجموعة مقالات، نقول لهم ما الذي تفضلون دراسته؟ نعم، يمكن ذلك ولا مشكلة، ويمكن اعتبار ذلك بشكل رسمي في تصميم المناهج. يعني لو افترضنا أن في مدرسة من المدارس بتقدم الأوفر فيو، بتقدم تصميم المنهج للتقييم عند مرحلة الاي بي، وكان داخل المنهج هذا في بعض الأشياء اللي تم اختيارها من الطلاب، يمكن وضعها بشكل صحيح، يمكن بشكل رسمي داخل هذه الوثيقة، وتكون وثيقة صحيحة لا مشكلة فيها. الشيء الآخر اللي بننظر إليه إن هو يكون هناك نوع من أنواع الدمج. وهنا ده كان متعلق بسؤال أخونا الماضي، اللي هو هل يجب التفكير في مجالات الاستكشاف كأقسام منعزلة؟ لا، هو فقط للتنظيم، هو فقط لمحاولة تنظيم العمل وتنظيم اختيار النصوص. لكن عندما نقوم بتدريسها، لا، مش شرط ان هي تكون منعزلة عن بعضها، او ان هذه النصوص موجودة فقط او يتم دراستها فقط في مجال القراء والكتاب والنصوص وخلاص وانتهى امرها، ولا يمكن ربطها بمجال استكشاف اخر. انا لن اتكلم اطلاقا عن الزمان والمكان وانا ادرس هذا النص، لانه متعلق بمجال الاستكشاف الاول، اكيد هذا غير صحيح. طب أين يظهر ذلك من الطلاب؟ أكيد في ملف عمل المتعلم، اللي احنا بنقول إن هو بيكون جانب أساسي من جوانب التدريس، وده ليس فقط في مجموعة اللغة والأدب ولكنه في كل المجموعات، إن الطالب بيقوم دائما بعمل سجل شخصي له، يضع فيه كل ما يريده، يضع فيه دائما كل ما يتم تقديمه له. خصوصا على فكرة في خصوصا كان في المناهج، يعني في مناهج اللغة العربية، لأن احنا ليس عندنا منهج محدد، ليس عندنا كتاب. أنا عارف إن المواد التانية عندهم الموضوع أسهل شوية، لأن عندهم كتب هي معتمدة من كامبريدج ومن أكسفورد، وموجود فيها النصوص وموجود فيها النشاطات وموجود فيها كل شيء، فالأمر عندهم أسهل كثيرا. لكن في اللغة العربية هو الأمر معتمد علينا بشكل أساسي، إحنا اللي بنختار النصوص، إحنا اللي بنقدمها لهم. فحتى تكون موجودة يجب أن نهتم جدا بمسألة ملف عمل المتعلم هذا. لعل أحد المحاسن القليلة جدا من موضوع كورونا ومن موضوع كوفيد اللي إحنا عشناه كلنا، إن إحنا خلينا الولاد يملوا الملف دوت بشكل تلقائي نظرا للتعلم عن بعد. فكنا بنرسل لهم المواد، كانوا بينظموها على تيمز او على اي برنامج اخر كانت المدارس بتستخدمه، فهم كانوا بيحاولوا بينشئوا ملف عمل المتعلم هذا بشكل تلقائي. ولكن يجب ان نحن كمعلمين يجب ان احنا نهتم بيه بشكل كبير. رقم 3، الاستقلالية. لابد ان يكون للطلاب الدور الاساسي في فكرة اتخاذ القرارات حول النص نفسه، خصوصا في مرحلة التقييم. أنا أعلم أننا كثيرا لا نثق باختيارات الطلاب، وكثيرا نجد أن الطلاب غير قادرين أصلا على اختيار النصوص المحددة اللي هم هيستخدموها في أي شكل من أشكال التقييم.
أنا أعلم ذلك بشكل يعني واضح للغاية، ولكن لابد من محاولة دفعهم، دفعهم يعني أنا أعني هذه الكلمة، إن هم يكون عندهم نوع من أنواع الاستقلالية في اتخاذ قرارهم حول اختيار النص، ليس النص اللي هيدرسوه ولكن النص الذي سيستخدموه في التقييم. هو سيأتي إليك ويقول لك يا أستاذ يا أستاذة والله أنا مش عارف أستخدم أي نص من النصوص، أنا أي واحد منهم اللي ممكن يكون مناسب ليا ادفعه دائما، لا تعطي له الإجابة بشكل واضح. ما السبب في ذلك؟ ليس فقط لمسألة التعلم باعتبار إن إحنا بنعلمهم، ليس فقط لذلك من لهذا السبب، ولكن لأنه سيظهر مدى مقدرة الطالب على التعامل مع عنصر التقييم، سواء كان تقييم داخلي أو تقييم خارجي. والمصحح الخارجي لما بيرى ذلك بيلمسه، يستطيع أن يلمس ذلك في طريقة إجابة الطالب، بيظهر يا جماعة حتى في التسجيل، حتى في الكتابة، إذا كان هذا الطالب هو من استخدم هذا الأمر بذاته، هو من أخذ قراراً على أن يستخدم هذا النص في هذا التقييم تحديداً، ولا دفع له أو اختير له أو سوع يعني تمت مساعدته له، لا بيتم بيظهر ذلك وبيلمسه المصححون دائماً عندما يقوموا بتقييم تصحيحنا إحنا كمعلم. وأخيراً مسألة المساءلة، اللي هو إن يكون في دائماً نوع من أنواع المراجعة الذاتية أو التأمل، إن كل المعلم إن كل الصف اللي أنا بتعامل معاه بيلبي المتطلبات، كل طالب له خطة معدة. وهنا كان سؤال أحد إخواننا الكرام أو أختنا الكريمة بعتته الآن، اللي هو طريقة بتساعدنا على مساعدة الطالب الضعيف في اللغة. هنا فكرة الخطة المعدة، الخطة العلاجية، إن الأمر لا يقدم لكل الطلاب بشكل عام، يعني مش بس بشكل بكده كلهم بياخدوا الأمر وخلاص، إحنا بنعطيهم المتطلبات، إن كلنا نريد أن نلبي هذه المتطلبات، لكن أكيد بيأتي دور الفروق الفردية. هذا الطالب طبيعة التواصل معه وطبيعة تناول النص معه سيختلف من الثاني للثالث، أكيد الأمر لن يكون سهلا، أكيد الأمر هيحتاج مننا كتير من التفكير، ولكن هذا أيضا من ضمن المتطلبات اللي موجودة عندنا. سنأتي على التقييم الآن أخي الكريم، اللي هو إزاي بيختار الطالب النص اللي بيمتحن فيه، إحنا ده هنأتي عليه الآن بإذن الله رب العالمين. في متطلبات بقى المنهاج نفسه، ما الذي يمكن أن يقدم؟ أنا الشريحة دي هي مجرد نموذج لمنهاج أنا كنت استخدمته في وقت من الأوقات على المستوى العادي أو المستوى العالي. فبنقول إن هو في المستوى العادي الطالب لابد له أن يدرس 4 أعمال أدبية في المستوى العادي، اللي هم أنا كنت مختار كعمل أصيل دعاء الكروان لطه حسين، كعمل مترجم كنت مختار بيت الدمية لهنريك إبسون، عملان يتم اختيارهما بشكل حر من القائمة المعتمدة. وهنا ممكن نستخدم القائمة المعتمدة، أنا بس نسيت إن أنا أكتبها هنا أو غيرها. حضراتكم تعرفوا إن في قائمة اسمها قائمة المؤلفين المعتمدة، هي مقدمة من الاي بي، فيها اسماء المؤلفين اللي ممكن نستخدم الاعمال بتاعتهم في المنهاج اللي احنا بنقوم بتدريسه. فانا كنت مختار عداء الطائرة الورقية لخالد الحسيني، ده من خارج القائمة، ورأيت النخل لرضوى عاشور، ده من داخل القائمة، دي مجموعة قصصية. هنا بنلاحظ ان في نوع من انواع التوازن بشكل ما بين الانواع الادبية وما بين الأعمال الأصيلة والأعمال المترجمة. بينما في المستوى العالي نفس الكلام، ولكن بدل ما بيكون 4 أعمال لابد إن يكون هناك 6 أعمال، فأنا أضفت عليهم فقط اللي هم ماكبث كمسرحية لشكسبير، وكان مكان مجموعة قصصية لميخائيل نعيم. هذه العناوين هي تعتبر من العناوين المشهورة في كل العالم العربي تحديدا لما بنحاول إن احنا نختار الأعمال الأدبية. أكيد في أعمال أخرى كثيرة، ولكن يعني حاولت إن أنا أختار الأشياء اللي ممكن تكون إلى حد كبير مشهورة ويمكن الوصول إليها بشكل واضح. الملاحظة الوحيدة اللي بحاول إن أنا ألفت انتباهكم ليها عند اختيار العمل المترجم نوع الترجمة فقط. يعني بيت الدمية مثلا هي من الترجم من المسرحيات المشهورة واللي استخدمت بشكل كبير، ولكن لها ترجمات كثيرة جدا جدا جدا. فحاولوا تختاروا الترجمة المناسبة واللي كذلك بتتوافق مع ثقافة المجتمع اللي احنا بنعيش فيه أكيد.
نعم أخي، ليس بالضرورة بتختار من القائمة المعتمدة، ده بيكون في أول عملين فقط. يعني العملين الأولانيين اللي هو عمل أصيل وعمل مترجم، هذا لابد أن يكون من القائمة المعتمدة، وبعد كده بيكون عندك عملين آخرين بيتم اختيارهم بشكل حر. فأنت بتوازن ما بين الاثنين. أنت لازم تختار من القائمة المعتمدة عمل أصيل وعمل مترجم في المستوى العادي، أو عملين في المستوى العالي، وبعد كده بيكون عندك اختيار حر، سواء كان من القائمة أو من غيرها، الاثنين مع بعض. بعد ذلك بنأتي للأعمال غير الأدبية، ودي طبعا نموذج موجود عندكم في الدليل على إيه هي الأعمال غير الأدبية الكثيرة جدا أو أشكالها المختلفة اللي بيتم تدريسها، اللي احنا بنختار منها، ليس بالضرورة إن احنا نقوم بتقديمها كاملة، احنا بنختار منها فقط بعض الأشياء، ومن الممكن إن احنا بنختار من خارج هذه النماذج، هي مجرد أمثلة هو وضعهم فيها. طبعا يعني كملاحظة، عندما ننظر إلى مسألة الفيلم تحديدا، وجدت كثير أو عرض علي بعض النماذج لتصميم المناهج اللي فيها اختيار للأفلام اللي بيتم النظر فيها فقط للموضوع. كثير من إخواننا الكرام لما بيختاروا فيلم بيختاروه على أساس القضايا اللي بيتناولها أو الموضوع الفيلم اللي بيكون اللي موجود موجود فيه، يعني لا يلقوا بالا بشكل كثير للغة المستخدمة في الفيلم. وهنا مش بتكلم عن اللهجات فقط، ولكن لطبيعة اللغة نفسها، لأن احنا عايزين نخلي الطالب ينتبه لطريقة توظيف اللغة، ليس على الموضوع فقط، ولكن اللغة في حد ذاتها اللي بتعبر عن هذا الموضوع، كانت ملائمة أم غير ملائمة، كانت على درجة من الوضوح أم ليست واضحة بشكل كاف، كانت فيها نوع من أنواع المباشرة أم غيره. فلما بيكون في الفيلم، لأنه بيتدخل فيه عناصر كثيرة جدا، فبنحاول ننتبه كذلك ان انا لا اختاره فقط على اساس الموضوع وان هو يكون متناسب مع الاعمال اللي انا بقوم بتدريسها، ولكن كذلك للغة المستخدمة فيه. لا يجب ان انا اضعها فقط كده. بالتأكيد يعني بيت الدمية تحديدا، هي يعني اختنا الكريمة، ده حقيقي من اكتر الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في الترجمة، حتى ان في الترجمة المشهورة قوي اللي موجوده واللي كتير بيستخدموها، اظن بتاعت عزت نصار، او ان لم اكن يعني مخطئا، هي ترجمه مليئه بالاخطاء لكنها اكثرها مناسبه مع ثقافه المجتمع. يعني للاسف الشديد هيكون من الامر فيه نوع من انواع الصعوبه واحنا بنختار الترجمات تحديدا. الآن حتى هذه اللحظة في إعداد المنهج، هل أحد من إخواننا الكرام عنده أي سؤال حتى ندخل إلى التقييم؟ يعني هذا كان مرور سريع على كيف نقوم بتصميم المنهج، كيف نضع نختار الأعمال الأدبية، الأشياء اللي بنتم مراعاتها فيها. هل أحد من إخواننا الكرام عنده سؤال فيها؟ نعم بالضبط، عند اختيار الفيلم او الاعلان بناخذ بعض الاشياء المتعلقه بالاخراج، بالاضاءه، بالموسيقى، بزاويه التقاط الكاميرا، لابد ان احنا ننظر الى هذه الاشياء باعتبارها من العناصر المؤثره في اظهار القضيه نفسها. الوحدات امر مختلف اخي الكريم، يعني احنا محتاجين ان هي، انا كنت عملت قبل كده لقاء عن اعداد الوحده بحد ذاتها بشكل واضح، بس ده الآن على تصميم المنهج بشكل عام، إن شاء الله ممكن نخليه في وقت تاني بعد إذنك، لأن ده هيكون هيدخلنا في أمر أكتر بكتير. نعم ممكن أختار الفيلم باللغة العامية أكيد، أنا هنا مش المشكلة مش في اللغة العامية تحديدًا، ولكن في اختيار نوع اللغة العامية اللي موجودة عليها. لا، لا يوجد مرجع لكيفية التحليل بالنسبة للضوء والكاميرا والأشياء ديت، هنروح لها طبعا أكيد للحاجات بتاعتهم، وده أكيد ما بيكونش من الأمور الأساسية في ذلك، احنا مش هنعرف نوصل لها، يعني هيكون بالنسبة لنا أمر صعب جدا إن نحددها. لو كانت مجموعة الحلقات هذه متعلقة بموضوع واحد ممكن اعتبرها نص غير أدبي، أو لشخص أو لنفس الشخص هو، يعني حاجة من الاثنين. لو كانت لموضوع واحد وبيتم تناوله على مجموعة حلقات مختلفة ممكن أعتبرها نص غير أدبي، أو كان نفس المحاور، أو مش المحاور، الضيف مثلا
او اللي بيعمل هذه الحلقات بيقدم هذه الحلقات هو نفسه، ولكن بيتناول موضوعات مختلفة. هم دول الشرطين اللي بيتم النظر اليهم لما بنقوم بنتكلم عن النصوص غير الأدبية. ممكن يكون نفس المحاور وبيتناول موضوعات مختلفة، لا مشكلة من الممكن ان انا اعتبرها نص غير أدبي، يمكن ذلك. طيب، هل في أي أسئلة أخرى يا جماعة متعلقة بتصميم المنهج تحديدا؟ أنا سأنتقل الآن للكلام على التقييم في حد ذاته. إحنا عندنا هذا الملخص للتقييم اللي هو بيكون عبارة عن تقييم خارجي، تقييم داخلي. التقييم الخارجي اللي هو النسبة المئوية الآن له أصبحت 70%. لو أحد من إخواننا الكرام هنا بيدرس الدبلومة من سنين قبل كده هيجد إن هذه كانت النسبة الأكبر كانت موجودة للتقييم الداخلي. الآن الأمر أصبح العكس، أصبح النسبة الأكبر في التقييم موجودة على التقييم الخارجي اللي هو بيتكون من ورقة أولى تحليل النصوص الموجه، والورقة الثانية اللي هي المقال المقارن. بينما التقييم الداخلي هو عبارة عن العرض الشفهي الفردي أو التقييم الشفهي الفردي، وده بيمثل 30% منه، ولكن بتتم معايرته خارجيا للتأكد من استيفائه المتطلبات. وبالتالي أنا بقيت بحاول بقول دايما إن التقييم أصبح تقريبا في الدبلومة كله تقييم خارجي، لم يعد تقييما داخليا. التقييم الداخلي فيه لم يعد يعني له الدور الأكبر كما كان في من حوالي بالظبط، أظن إنهم غيروا هذا الكلام مع 2020 مع بدايات كورونا، كان هو ده التعديل الجديد على الجيد، فأصبح التقييم الخارجي له النسبة الأكبر. المستوى العالي بيزيد فقط على هذا التقييم ما يسمى بالمقال، مقال المستوى العالي الذي لا يكون مفروضا على المستوى العادي. وبالتالي بترتفع نسبة التقييم الخارجي لتصبح 80%، بينما التقييم الداخلي بيكون له نسبة 20% فقط. في المستوى العالي النسبة بترتفع أكثر من ذلك. هنا السؤال المشهور واللي كان مرتبط باللي حضراتكم بتقولوه الآن، هل تحليل النصوص مقصود لذاته أم لغيره؟ إحنا النصوص اللي بنقدمها بنقوم بتحليلها مع الطلاب، إحنا بنحللها لأجل التحليل سواء كان النص أدبي أم غير أدبي ولا لغيره. أنا كنت بشوف أسئلة كثيرة جدا جدا عن فكرة كيفية تحليل الرواية، كيفية تحليل القصة المسرحية أو حتى الإعلان، أو اعتبار زي ما أخونا الكريم كان بيسأل الآن الأشياء المتعلقة بالإضاءة بالتصوير بالموسيقى بكل هذه الأشياء. لو انشغلنا كثيرا في ذلك بيصبح الأمر تحليل النصوص أصبح مقصودا لذاته، لكن في الدبلومة تحليل النصوص مقصودا لغيره فقط. هو تحليل النصوص بيكون لغرض التقييم، ليس بالضرورة إنك تقوم بتحليل كل جزئية في العمل الذي تقدمه للطالب سواء كان أدبيا أو غير أدبيا. فتحليل النصوص في التقييم الداخلي الهدف منه الاختبار وتقييم طرق عرض القضية العالمية، نتكلم عليها الآن إن شاء الله. تحليل النصوص في الورقة الأولى الغرض منه إظهار الفهم وإدراك الدلالة، وأيضا هنتكلم عليه الآن. تحليل النصوص في الورقة الثانية لإجابة السؤال، هنا كان المفروض كلمة المختار بس كان غلطة مطبعية، للسؤال اللي هيختاره الطالب. الهدف من تحليل النصوص لكي يقوم الطالب على إجابة السؤال الذي سوف يختاره. في مقال المستوى العالي تحليل النصوص لتحديد مجال التركيز، الموضوع الذي سوف يقوم باختياره هو موضوع مرتكز على موضوع أدبي أو على نص أدبي أو على نص لغوي غير أدبي. فبالتالي يا جماعة تحليل النصوص ليس هدفا مقصودا لذاته، لا يجب أن يتم التركيز الشديد جدا على كل جزئية داخل النص وعلى القضايا الكثيرة التي يناقشها هذا النص وعلى الأساليب المتنوعة والمختلفة في كل فصل مثلا من فصول الرواية أو في كل جزئية من الجزئيات، ليس هذا هو المطلوب. إحنا في مجال اللغة والأدب، لسنا في مجال التحليل الأدبي اللي بيقدم فيه الطالب تحليل للعمل، لا،
التحليل هنا هو عبارة عن وسيلة يصل بها الطالب إلى المطلوب منه في التقييم. فلو تناولنا التقييم الداخلي أولاً اللي هو بيكون عبارة عن اختيار الطالب لقضية عالمية، وهنا ده الجديد بقى اللي موجود في التقييم الداخلي اللي تم طرحه زي ما قلنا في سنة 2020، إن تحليل النص الهدف منه هو محاولة اختبار طريقة عرض قضية عالمية من خلال ماذا؟ من خلال عمل أدبي وعمل غير أدبي الاثنين. هو سيقوم باختبار عرض التقدير، اختبار عرض القضية العالمية من خلال عمل أدبي وعمل غير أدبي الاثنين مع بعض. عشان كده بيقول بيتناول المحفز التالي عبر محتوى وشكل عمل واحد، هو ليس مقصودا لذاته إذن التحليل، التحليل لتحديد هذه القضية العالمية، كيف تم تناول وعرض القضية العالمية في عمل أدبي مقتطف منه أكيد، أو عمل أو مجموعة أعمال غير أدبية كما سنرى. طب القضية العالمية نفسها ما هي؟ كيف يمكن للطالب أن يختار قضية عالمية؟ القضية العالمية بنقول عليها أن هي التي تتجاوز الحدود الإقليمية، تتعلق بعدد كبير وطوائف متنوعة من البشر. هذا عندما نحاول أن نقدم فكرة قضية عالمية للطلاب، بنقول لهم هي بتتجاوز حدود إقليمية، ليست متعلقة بدولة معينة، ليست متعلقة بمنطقة معينة، هي تتجاوز ذلك، تتعلق بعدد كبير. ممكن تكون بتتجاوز الحدود الإقليمية ولكن تعلقها بيكون بطائفة معينة، بطائفة بسيطة جدا، بطائفة صغيرة جدا، بعدد صغير جدا من البشر، لا تصبح قضية عالمية في ذلك الوقت. وأيضا يمكن أن يتأثر بها طوائف متنوعة من البشر، ودي تقريبا بتكون أكبر مشكلة بتواجهنا لما بنيجي نقول للطلاب اختار قضية عالمية. بيجي يسألك ويقول لك أنا لا أعرف كيف أختار القضية العالمية. فأنا حاولت أن أنا أضع هذه الأسئلة، هم 8 تقريبا، 8 أسئلة هنا كنت بأقدمهم دائما للطلاب، وبقول إن هي إذا كانت الإجابة بنعم على أي سؤال من هذه الأسئلة عند اختيار القضية العالمية، إذن هي لا تصلح أن تكون قضية عالمية. هذه الأسئلة الثمانية المفترض أن تكون الإجابة عليها دائما بلا. لو أجاب على عمل عليها على سؤال واحد فيها بنعم، يبقى إذن القضية العالمية اللي اختارها هو اختيار غير صحيح. فلو قال إن هي ترتبط بمكان معين نعم، هي غير صحيح، لا تكون قضية عالمية في هذه الحالة. ترتبط بزمان معين قال نعم، إذن لا تستطيع. هل يصعب ربطها بالأعمال الأدبية؟ بعض الطلاب بيجيب لك القضايا العالمية ولا نجد إن هي لها صدى في الأعمال اللي هو درسها سواء كانت أدبية أو غير أدبية. هي قضية عالمية فعلا ولكنها غير موجودة، غير واضحة. ممكن تكون بتتكلم عن الحرب، ولكن أنا لم أدرس له لا في العمل الأدبي ولا العمل غير الأدبية أي شيء متعلق بالحروب. في الحالة ديت أنا مش حتى هيستخدمها إزاي في التقييم الداخلي؟ لن يستطيع أنه يستخدمها. هل بتظهر في العمل الأدبي كله أكثر من المقتطف اللي هو اختاره؟ ما هو المفترض أنه بيقوم باختيار مقتطف من العمل الأدبي وليس العمل الأدبي كاملا. طب القضية العالمية موجودة في العمل الأدبي لكنه اختار مقتطف اللي هيحاول أن يطبق عليه التقييم الداخلي ليست موجودة فيه. هذا المقتطف لا يوضح هذه القضية العالمية، معذرة. هذا المقتطف اللي هو اختاره علشان يكون موجود في القضية العالمية ليس لا يوضح هذه القضية العالمية بشكل واضح، إذن لن تكون صحيحة. وبالتالي هذه الأسئلة الثمانية من وجهة نظري يجب أن يكون لها شكل واضح، لابد أن يحاول أن هو يقصها أو يقيمها من خلال هذه الأسئلة
الثمانية، لماذا يختار الطالب القضية العالمية؟ هل هي سؤاله في الامتحان وهو الذي يضع سؤاله؟ هي ليست سؤالي في الامتحان، في التقييم الداخلي أخي الكريم الطالب المفترض أنه بيختار قضية عالمية، في التقييم الداخلي الطالب بيختار قضية عالمية تقوم بمناقشتها من خلال مقتضف من عمل أدبي أنت قمت بتدريسه له، ومن خلال عمل غير أدبي أو مجموعة من الأعمال غير الأدبية التي قمت بتدريسها له كذلك، فهو يريد أن يوضحها. من الذي يختار هذه القضية العالمية؟ الطالب، الطالب هو اللي بيختارها، مش أنت اللي بتديها له. طب حتى نساعد الطالب على تحديد القضية العالمية، أنا كنت بأضع لهم هذه الأسئلة اللي هي لو أجاب على أي شيء منها بكلمة نعم، إذن أصبحت القضية العالمية التي اختارها غير ملائمة، غير صحيحة، ليست صحيحة على الإطلاق، فيها مشكلة لا تصلح أن يستخدمها للتقييم الداخلي. هل أحد يا جماعة عنده سؤال في ذلك؟ هل في أي سؤال متعلق بالقضية العالمية؟ يعني ممكن أتكلم على قضية اللي هي قضية مثلا التعليم، وأقول كده هو هذه القضية كقضية التعليم هل ترتبط بمكان معين؟ لا. هل ترتبط بزمان معين؟ لا، ليست لها علاقة بزمان معين. هل لها تعلق بفئة معينة من الناس؟ هي تؤثر في جميع الناس، فأستطيع أن أقول عليها لا. هل يصعب ربطها بالأعمال الأدبية أو غير الأدبية؟ المفترض أن أنا أكون طلعت أن أنا درست له أعمال فيها ما يدل على هذا، فلو أنا درست له مثلا قنديل أم هاشم ليحيى حقي وبتكلم عن المستوى الثقافي والتعليم والعلاقة بين العلم والدين، يستطيع أن يربطها بها. طب هل تظهر في العمل الأدبي كاملا أكثر من المقتطف؟ وجدت أن هو جاب لي مقتطف من العمل الأدبي كان بيعبر فيه، الجزء ده كان بيحاول مثلا لو طبقنا على قنديل أم هاشم تحديدا، كان الطالب اختار مقتطف في اللي بيعبر بيه بطل العمل إسماعيل مثلا عن وجهة نظري او عن مشاعري تجاه ابنة عمتي او ابنة خالتي مش فاكر مين. ده ملهاش علاقة بالتعليم هنا، يبقى المقتطف ظهر في العمل ولكن ليس في المقتطف الذي اختاره. هل بيتم عرض القضية بشكل واحد فقط؟ لا، هو عرضها الكاتب بأكثر من شكل داخل العمل، مرة عرضها من خلال العادات والتقاليد، مرة عرضها من خلال الدين، مرة عرضها من خلال العلاقات الأسرية، مرة عرضها من خلال الاغتراب والوجود في أماكن أخرى. لا، يبقى إذن أستطيع أن أقول نعم مناسبة لذلك. نعم، أنا ماليش علاقة بأهداف الأديب لعمله. أختنا الكاتبة بتسأل سؤال مهم، بتقول هل تكون القضية العالمية التي اختارها الطالب واختار لها المقتطف من أهم أهداف الأديب في عمله؟ هي من أهم أهداف الأديب؟ نعم، هي طبعا أكيد من أهم أهداف الأديب، أكيد، هو طبعا بالتأكيد هتكون هي واحدة من أهم هذه الأهداف. ممكن يسلط الضوء على مقتطف أشار إلى قضية عالمية ولكن الأديب لم ينشئ عمله لإبرازها تحديدا؟ نعم أيضا، هو فكرة إن الأديب، إن أنا أحدد إن الأديب قام بكتابة هذا العمل لأجل قضية معينة، هو أمر من الصعوبة بمكان. يعني أنتوا عارفين النظرية الأدبية المشهورة اللي اسمها نظرية موت المؤلف، إنه بمجرد ما إن العمل، إن الأديب أو الكاتب كتب عمله وطرحه على الناس أصبح لا دخل له في تفسيره، مش المفروض ان هو يكون له الحق اساسا ان يقول انا عملت ده عشان كذا، انا وانا قدمت دوت عشان كنت اريد ان اناقش كذا. هي نظريه ادبيه مشهوره بيعبروا عنها بكلمه موت المؤلف، فانا لن استطيع ان انا احدد بشكل قاطع ان الاديب كان يريد ان يرى ذلك او كان يريد ان يحدد ذلك او يناقش ذلك. هي كلها خاضعه للتفسيرات التي نحن نحاول ان نقدمها، التي نحاول ان نستكشفها من خلال دراستنا للعمل. لكن القطع بأن هذا الأديب كان يريد أن يقدم عمله لكي يناقش هذا بشكل واضح، بالتأكيد لا. لذلك كنا بنجد كثيرا من أساتذتنا في الجامعة بيعترض جدا على مسألة استضافة الأدباء علشان يحاولوا إن هم يناقشوا العمل الأدبي اللي هم كتبوه، ويقعد يفسر أنا ليه عملت كذا، أنا ليه وضحت كذا. بالعكس، أنا كده بأضيق النطاق بشكل كبير جدا جدا،
فأنا لن أستطيع أن أقطع بشكل قاطع أو أقول بشكل قاطع إن هذا الأديب كان يريد أن يناقش هذه القضية تحديدا. هل من أسئلة أخرى إخواننا الكرام متعلقة بالقضية العالمية تحديدا؟ طيب، يبقى إذن في التقييم الداخلي الطالب بيختار هذه القضية العالمية التي يحاول أن يقوم بتحديدها وباختبار طرق عرضها، بيقوم بتسجيل هذا التقييم لمدة 10 دقائق. المفترض أن الطالب بيفضل يتكلم هو لمدة 10 دقائق كاملة. هنا بيأتي طبعا السؤال المشهور، لو الطالب أقل من 10 دقائق، لو الطالب زاد عن 10 دقائق، الاثنين بيؤثروا في علامة الطالب. بيتم التسامح ما بين المصححين على في حدود 30 ثانية تقريبا مثلا. يعني لو الطالب اتكلم لتسع دقائق ونصف أو مثلا 10 دقائق ونصف، بيتسامحوا في 30 ثانية دول، وبيقول إن هم ما كانوش خارجين عن نطاق 10 دقائق المطلوبين. لكن في الحالتين لو الطالب اتكلم 7 دقائق 8 دقائق، نعم هو الآن لم يكمل العرض، سيؤثر ذلك على العلامة اللي هو هياخدها. لو زاد عن 10 دقائق يا جماعة لابد أن يوقفه المدرس، لابد أن يتدخل المدرس وبيوقفه. في طلاب ما شاء الله ممكن يبقى هو يعني بيحاول يتكلم كتير ويذكر تفاصيل كثيرة، لا، لابد أنك تتدخل هنا، وبيكون في 5 دقائق أخرى هم أسئلة للمدرس. ونصيحة شخصية جدا، لا تحاولوا إعداد الأسئلة سلفا، يعني ما تحاولش قبل ما تروح تسجل للطالب وتقعد معاه انك انت بتكون من قبل بتقوم باعداد السؤال. بيظهر ذلك عند المصحح وبينشئ عنده نوع من انواع الشك في انه تم اعداد هذا العرض ومراجعته وتقديم النصح ليه قبل ما يتم تسجيله، وبالتالي يؤثر على مصداقية التصحيح. ولكن حاولوا تخلوا الاسئلة انتوا بتسمعوا بتدونوا بعض الملاحظات بحيث أن هي تكون ناتجة من أو مستخرجة من تحليل الطالب نفسه، من عرض الطالب نفسه، ما تكونش معدة سلفا. أكيد في بعض الأشياء اللي أنتم بخبراتكم الواسعة أكيد بتكون موجودة عندكم من البداية، بتكونوا عارفين أن أنا هتكلم مع الطالب فيها، ولكن في يعني بشكل أساسي حاولوا أن هي تكون جاية من التحليل المباشر للطالب في نفس الوقت وليس من وقت آخر. ده فيما يتعلق بالتقييم الداخلي، اللي هو ده بيكون تقييم، طبعا بيتم تقييم هذا العرض داخليا واعطاء الدرجات وتوصيفها، وبعد ذلك بيتم ارسالها للاي دي. طبعا لما بيتم ارسال هذه التقييمات احنا بنقوم بارسال النتائج، واذا كانت الدفعه المقدمه اكثر من 7 طلاب الاي دي بيختار عينه عشوائيه منهم لمراجعتها. لو كانت اقل من 7 طلاب بياخد السبعه كلهم، بياخد كل ال7 طلاب موجودين فيها، بياخد كل التسجيلات وبيحاول ان هو يراجعها. فدائما المنسق للمرحله هو بيبعت النتائج، وبعد كده هم بيبعتوا اسماء الطلاب وهو بيختار منهم عينه عشوائيه. هل يتعرف؟ لا، ممكن بيتعرف عليها من قبل، من ليس فقط يوم الامتحان، من قبل يستطيع ان يتعرف عليها، لا مشكله من ذلك. هو يستطيع، لان هو من ضمن توجيهنا لهم ان احنا نتاكد ان القضيه مناسبه، مش هنحاول ان احنا نخليه، احنا لن نتدخل في اختياره، لن نتدخل في كيفيه عرضها، ولكن نتدخل في ان احنا نتاكد ان هي مناسبه للتقييم. معايير التقييم الداخلي اعرضها لحضرتك حالا. هذه هي معايير التقييم الداخلي اللي هو التقييم الشفهي الفردي. عندنا 4 معايير مجموعهم 40 درجة، كل معيار منهم 10 درجات. المعرفة والفهم والتفسير، التحليل والتقييم، التركيز والتنظيم، اللغة. وبمناسبة هذه اللغة أنا كنت سآتي إليها أكثر في الورقة الثانية، ولكن طالما تكلمنا عنها عندها
اللغة هنا ليس مقصود بها لغة الكاتب يا جماعة. اللغة هنا مقصود بها لغة الطالب. ما يقيم في هذا المعيار ليس لغة الكاتب، أو ليس كيف قام الطالب بعرض تحليله للغة الكاتب، ليس هذا هو المعيار اللغة. هو هنا يقيم اللغة التي استخدمها الطالب نفسه. لو نزلنا لها كده، ما مدى وضوح اللغة ودقتها وفاعليتها؟ هنا بيتكلم على الطالب وليس النص. عشان كده هو قال الأخطاء تعيق التواصل، المفردات والتراكيب اللغوية غير دقيقة، مغلوطة، عناصر الأسلوب، الاختيارات اللغوية، نبرة الصوت، كل هذا متعلق بالطالب ذاته وليس بلغة النص الذي يتناول. نعم يمكن أن نعرض، أنت بتعرف الطالب اختار إيه عن يوم الامتحان؟ نعم يمكن ذلك. يمكن أن تعرف ما هي القضايا التي قام الطلاب باختيارها لتتأكد فقط من صلاحيتها، حتى نكون يعني ينطبق عليها المعايير، هي مناسبة للنقاش فقط، هذا ما تحاول أن تقوم أنت به، هذا دورك أنت كمعلم. القضية نفسها كيف ستتم، كيف سيقوم بها، أنت بتدرس ليها، بتعطي أمثلة أثناء العام الدراسي، كل هذه الأشياء، لكن من الممكن أن تعرفها سلفا، لا مشكلة، لكن لا نتدخل في اختيارها إطلاقا. بعد ذلك احنا بنأتي على التقييم. بعد ذلك يا جماعة بنأتي على التقييم الخارجي، وهو أول شيء اللي هو تحليل النصوص المودة. المستوى العادي بيكون هناك بيتم العرض على معلش في سؤال، هل تكون ورقة المختطف والنص غير الأدبي مع الطالب أثناء التسجيل؟ نعم بتكون معه أثناء التسجيل، ولكن يجب أن تحرص أنه لا يوجد عليها أي تعليقات أو أي إشارات، يعني لا يجب أن يكون ذلك موجود عليها، يكون عنده ورقة المختطف موجودة بدون أي تعليقات، بدون أي إشارات لأي شيء، سواء كان النص الأدبي أو غير النص الأدبي، كل ما هو مسموح من الطالب النموذج اللي بيقدمه ليك منسق المرحلة، اللي هو بيضع فيه النقاط العشرة اللي هما بيسموهم المفاتيح، رؤوس الأقلام اللي بتفكروا فقط بعناصر التقييم. ده بيكون نموذج كده المفترض إنه بيقدمه ليك منسق المرحلة، وهو موجود على ماي اي بي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، الطالب بيكتب فيه 10 نقاط فقط، 10 نقاط فقط هم بيمثلوا رؤوس أقلام بيفكروا بها بدون تفاصيل، بيفكروا فقط حتى يعني يتمكن من تنظيم عرضه بشكل صحيح، فممكن تكون معاه بدون تعليقات. لو انتقلنا الآن على التقييم الخارجي، الورقة الأولى بنقول إن هو في العمل في المستوى العادي بيكون في نصين غير أدبيين غير مألوفين، يعني هو ما شافهمش قبل كده الطالب، بيختار الطالب منهم نص واحد فقط يقوم بتحليله، عشان كده هو سماه تحليل النصوص الموجه، بيختار من النصين نص واحد فقط، وبيتم توفير سؤال إرشادي واحد. هذا كان من التغييرات اللي تم عملها على الجايد، زمان كانوا بيحطوا سؤالين إرشاديين. إيه هي وظيفة السؤال الإرشادي؟ وظيفة السؤال الإرشادي فقط أنها قد تمثل نقطة انطلاق لتحليل النص. أهم أمر بيكون يجب أن نلفت الانتباه إليه عندما نقوم بالكلام على الورقة الأولى، أهم أمر هو ما يتعلق بنقطة التركيز. الطلاب بيكون عندهم نصين بيختار منهم واحد، مقال، جزء من مدونة، بعض التغريدات، صورة، كاريكاتير، أي شيء بيعرض عليه في ذلك الوقت، هو بيختار نص يقوم بتحليله. هذا النص لابد أن يكون هناك نقطة يرتكز عليها في التحليل. طب من أين يأتي إلى هذه النقطة؟ يعني كيف يستطيع أن يصل إليها؟ بيمثل السؤال الإرشادي نقطة الانطلاق لتحليل النص. هعرض عليكم شكل أو نموذج للورقة الأولى.
طبعا هذه الورقة الأولى أشهر ورقة تم استخدامها تقريبا في كل الأماكن، يعني من الأوراق القديمة جدا 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 اللي تم استخدامها، وتم استخدامها على الجيد القديم اللي هي موجود فيها سؤالين. أنا بس دي اللي موجودة أمامي الآن، فأنا هي اللي أنا عرضتها عليكم، الورقة بتاعت العام الماضي ليست معي الآن الحقيقة. هنجد إن هو في هذا السؤال الإرشادي هو وكأنه يوجه نظر الطالب إلى أهم جزئية موجودة في هذا النص. فهنا بيقول علقوا على النبرة التي استخدمها الكاتب لتوصيل رسالته. علقوا على السياق الاجتماعي والسياق الثقافي لهذا النص. هذه النقطة هي التي تمثل نقطة الانطلاق أو التركيز التي يقوم الطالب بالعمل عليها عندما يقوم بتحليل هذا النص. وده بيعيدني مرة ثانية للتأكيد على أن تحليل النصوص ليس مقصودا لذاته. هو بيعيدني لهذا مرة أخرى، أن تحليل النصوص اللي احنا اتكلمنا عليه هو ليس مقصودا لذاته، هو مقصودا لغيره. ففي الورقة الأولى بيكون لإظهار الفهم، معذرة، الورقة الأولى بيكون لإظهار الفهم ولإدراك العلاقات كما قلنا، إدراك الدلالة من هذه الأشياء الموجودة أمامنا. أنا بحلل النص حتى أظهر ذلك. طيب ما الخطوات التي يمكن أن يستخدمها الطالب، أو من الممكن أن احنا نوجهها للطالب عندما يتكلم عن الورقة الأولى؟ في البداية لابد أن يكتب الطالب مقدمة. هذه المقدمة تمثل مدخلا لتحليله لهذا النص. ونحاول يا جماعة في هذه المقدمة ألا تكون طويلة، يعني تكون في حدود 3 أو 4 أسطر فقط، عامة بشكل كبير. فهو بينظر للنص بيتكلم عن ماذا؟ بيتكلم عن التسويق الإلكتروني، ده الشكل العام. فممكن تكون المقدمة اللي بيتكلم عليها وتصبح مدخلا له لتحليل هذا النص عن أهمية أو عن الطرق المختلفة أو الطرق الحديثة لتسويق المنتجات والبضائع. بيكون مدخل عام للتحليل. بيليه مباشرة إن هو بيتكلم عن موضوع النص. طب هو تكلم عنه في المقدمة أولا؟ لا، هو ما تكلمش عنه، هو تكلم عن الفكرة عامة المتعلق بها النص. طب النص نفسه بيتكلم فيه بقى عن إيه؟ وهنا بنقول نبذة عامة عن الموضوع وليس تلخيصا. من أهم الأمور التي يجب الابتعاد عنها دائما التلخيص. الطالب غير مطالب بالتلخيص، الطالب بيفقد درجات لو لقى المصحح إن الطالب بيعيد كتابة النص مرة تانية، بيقعد يقول تحدث الكاتب في هذا النص عن كذا وكذا وكذا. لو المصحح وجد ذلك أثناء التحليل وأنا شفتها أكتر من مرة على من متعلقات المصححين، إن الطالب لا يقدم جديدا، الطالب يعيد كتابة النص مرة ثانية. معذرة، أنتوا بيظهر عندكم حاجة تانية، أتأكد دلوقتي. ظاهر عندكم كلمة الورقة الأولى عناصر الإجابة؟ هل لي ظاهرة الآن عندكم يا جماعة؟ نعم، تمام، معذرة أنا ما كنتش واخد بالي منها الأول. فبالتالي إن إحنا نحاول إن إحنا نبتعد بقدر الإمكان، نحاول إن إحنا نبتعد بقدر الإمكان عن التلخيص، زي ما بنقول الطالب بالفعل يفقد علامات عندما يعيد الكلام عن الموضوع. لا، هو بيتكلم عن نبذة عامة فقط عن هذا الموضوع، تناول الكاتب في هذا في النص الذي أمامي، في النص الأول، في النص الذي قمت باختياره، أيا كان بداية الفقرة التي سوف يقوم بالكتابة فيها، عن تناول كذا وكذا وكذا بشكل مختصر. قد يضمن في هذه الفقرة علاقة العنوان بالمضمون، قد يشير إليه في هذه الفقرة إذا كانت للنص عنوان. إحنا عارفين إن ساعات بيكون النص اللي بيعطى في الامتحان بيكون فيه عنوان، وبعض الأحيان ما بيكونش فيه عنوان. فقد يضمن علاقة العنوان بالمضمون في هذه الفقرة لو كان هناك عنوان للنص موجود. العلاقة كانت علاقة مباشرة، العلاقة كانت علاقة غير مباشرة، أيا كانت هذه العلاقة تحديدا، تطرح تساؤلا، بتلفت للانتباه، بتثير الذهن، العلاقة أيا كانت هذه العلاقة. بعد ذلك الثلاث عناصر الأساسية التي يجب أن ينتبه إليها الطالب عندما يكتب، في اللي هم بيمثلوا يعني صلب تحليل النص تحديدا، القضايا، السياقات،
وكيفية استخدام اللغة داخل النص، وفي كل واحدة منها يجب أن يظهر فهمه لهذا النص، إدراكه للدلالات المرادة من وراء هذا النص. الكاتب يريد أن يصل إلى أي هدف، إلى أي وسيلة. طبعا هذه النقاط الثلاثة ليست على سبيل الترتيب، يعني قد يبدأ الطالب بالسياقات، قد يبدأ بكيفية استخدام اللغة، قد يبدأ بالكلام عن القضايا، ليست على سبيل الترتيب، ولكنها فقط نكون حريصين بشكل كبير أن الطلاب عندما يقوموا بتحليل الورقة الأولى، بتحليل النص في الورقة الأولى، إن هم يذكروا هذه الأشياء. وفي كل واحدة منهم هو بيشير طوال الوقت إلى النص. هنا الإشارة للنص ليست بالضرورة إن هو في كل مرة بيستخدم اقتباسات من داخل النص، هو لابد أن يستخدم اقتباسات، ولكن الأهم من استخدام الاقتباسات الإشارة، لأن هذه هي اللي بينظر إليها المصحح في استخدام الطالب للغته. هو بيستطيع أنه يبني تحليله بشكل صحيح وبشكل مباشر، فبيشير دائما للنص عندما يتحدث عن القضايا، كما أشار الكاتب، كما ذكر الكاتب، كما أوضح الكاتب من خلال مناقشة الكاتب، كلها ألفاظ ممكن يستخدمها الطالب، ومن الممكن أن يأتي باقتباسات من النص، النص موجود أمامه، لكن الأهم من الاقتباسات كذلك أن يشير الطالب بصورة دائمة إلى النص، ويدور الأمر حول نقطة التركيز اللي اتفقنا عليها، اللي بيختارها الطالب. بيختارها الطالب من فين؟ عنده أحد حلين، إما إن هو يختارها من السؤال الإرشادي اللي موجود، وبالمناسبة السؤال الإرشادي ليس إجباريا استخدامه في التحليل، يعني ممكن الطالب يتجاهله تماما. ده بالمناسبة في كتير من المدرسين كانوا بيحاولوا يقولوا إن أنت لازم تضمن إجابة، أو إن أنت تستخدم إجابة السؤال الإرشادي. لا، هو ليس إجباريا على الإطلاق، والسؤال الإرشادي يمثل فقط نقطة انطلاق للتحليل، يساعد الطالب على تحديد نقطة التركيز التي سوف يتحدث عنها في هذا النص. لكن لو اختار الطالب نقطة تركيز مختلفة، يعني لو افترضنا ان السؤال الإرشادي كان بيتعلق بالنبرة التي يستخدمها الكاتب لإظهار قضايا النص، والطالب وجد ان لا، ليست هذه هي النقطة المناسبة التي سوف اقوم ببناء التحليل عليها من وجهة نظري، هو يرى ان النقطة المناسبة التي سوف اقوم ببناء التحليل عليها هي سياق النص، فالسياق الاجتماعي اوضح، والكاتب استخدمه بصورة أفضل أو أظهره بصورة أفضل عندما قام بكتابة نصه، فأنا سأستخدم السياق كنقطة انطلاق أو كنقطة تركيز، لا مشكلة إطلاقا. السؤال الإرشادي ليس إجباريا استخدامه، هو سؤال للإرشاد للمساعدة. وبعد ذلك في، هو هنا بنتكلم عن كيفية استخدام اللغة، وهنا أنا آثرت دائما ودائما بلفت نظر الطلاب لكلمة كيفية استخدام اللغة، ليس عرض وتحليل اللغة، عشان الطلاب بيحسوا ان هم الموضوع يا استاذ بيكون صعب جدا، ان احنا ما بيكونش عندنا وقت، ده هم ساعة وربع، انا كده هتكلم على كل حاجة الكاتب اتكلم فيها، الجمل والتراكيب والاساليب والتعبيرات الحقيقية والتعبيرات المجازية، ده موضوع كبير قوي يا استاذ. لا، مش هو مش المفروض انه يقعد يعمل كل الكلام ده، هو المفروض انه بيعرض الأشياء التي استخدمها الكاتب والأساليب التي وظفها الكاتب لخدمة الموضوع المرتبطة بنقطة التركيز. فبالتالي هو لا يحلل لغة الكاتب، هو يحلل كيفية استخدام الكاتب للغة. هو لا يحلل أن الكاتب استخدم أساليب خبرية وإنشائية، لماذا؟ هذا هو المهم. هو لا يحلل أن الكاتب كان يكثر من الجمل الفعلية على حساب الجمل الاسمية، لماذا؟ هذا هو المهم في الأمر. فهو ما يقوم بتقديمه لكيفية استخدام اللغة، لا تحليل لغة الكاتب فقط، لابد من إظهار من إظهار الهدف من ذلك. لذلك أنا دائما كنت بقول للطلاب أن أنت وأنت بتحلل اللغة لابد أنك تقدم حكم وتبرير ودليل، 3 خطوات. حكم، يعني أنت هتقول مثلا أن الكاتب قد غلب على أسلوبه استخدام الجمل الإسمية، هذا حكم، أنت أصدرت حكما على لغة الكاتب. التبرير أنك تقول لماذا،
اللي هو الكيفية، لماذا كان يستخدم؟ غلب عليه لأنه كان يهتم بالوصف أكثر، الجملة الاسمية تستخدم للوصف، فهو كان يريد أن يبني تحليله على الوصف، وصف القضية، وصف الأماكن، وصف الشخصيات، وصف حالة المتلقي لهذا المقال أو لهذا النص. وبعد ذلك تذكر دليلا، تأتي بالنص من النص على ما يدل على ذلك. هنا لا يسع أي مصحح، لو الطالب استخدم هذه الطريقة لا يسع أي مصحح إن هو يقلل منه أي درجة عندما يقوم في معيار التحليل والتقييم، لأنه حلل يعني ذكر العناصر ثم قيم، قال لماذا استخدمت. بعد ذلك هو بيتكلم عن الجمهور، وهنا دائما بنلفت نظر الطالب ان هو الجمهور شيئان، يؤثر في النص ويتأثر بالنص. فالجمهور قد يكون هو الدافع للكاتب على ان يقدم نصه هذا. انا اعتدت كثيرا ان ادرس خطاب التنحي لجمال عبد الناصر كنموذج من النماذج على وحده من الوحدات على اللغه الاقناعيه مثلا، وكان فيها من الخطابات السياسيه، وكنت بقول ان الجمهور قد اثر في كاتب النص باعتبار ان جمال عبد الناصر اللي كتب النص يعني تحديدا، مش هيكل ولكن بشكل عام، ان الجمهور هو قد اثر في كاتب النص فجعله يستخدم لفظه النكسه طوال الوقت. ممكن. فجعله يستخدم كلمة النكسة بديلا عن كلمة الهزيمة حتى يخفف من وقعها على الجمهور، هو مش عايز كده. فهنا الجمهور أثر في النص. طب هل الجمهور بعد ذلك بيتأثر بالنص؟ نعم، فالجمهور قد يستجيب لذلك. فبالتالي مثلا بعد خطاب جمال عبد الناصر الناس خرجت في الشوارع تطالبه بالبقاء. فبالتالي هنا فكرة إن الجمهور لما بيتم تناوله بيحاول الطالب إنه يستكشف هل الجمهور قد أثر في لغة الكاتب، جعل الكاتب يستخدم تعبيرات معينة، يستخدم أساليب محددة، طرق عرض معينة لكي تناسب الجمهور الذي يخاطبه، وكيف يمكن أو كيف نستنتج أثر هذه التعبيرات على الجمهور، ماذا ستكون ردة فعل الجمهور تجاه هذا النص بعد ذلك؟ هل بالفعل سيؤثر فيهم؟ هل سيغير سلوك؟ هل سيغير فكر؟ هل سيغير معتقد؟ هل سيوجه؟ هل سيرشد؟ فبيحاول الطالب أن ينظر للجمهور من الجهتين، ثم يختم بالتأكيد الخاتمة اللي هي بنحاول دائما نقول للطلاب فيها أيضا أن هي تكون مركزة، أن هي تكون مختصرة، بتمثل فقط يعني نقطة إغلاق للنص بعد ذلك، فيها تلخيص قد يكون فيها إبداء لوجهة النظر وما إلى ذلك، ولكنها بتكون فقط أيضا مركزة ومختصرة. ده فيما يتعلق بالتقييم الخارجي، فيما يتعلق بالورقة الأولى. لو تكلمنا بقى بعد ذلك عن الورقة الثانية اللي هي بنقول عليها المقال المقارن. في المرقة الأولى هو تحليل، قال عليه إنه هو تحليل النصوص الموجه، إنه بيختار نص واحد. في حد تقريبا؟ طيب، تحليل السياقات بشكل سريع، أنا مش هقدر أتكلم عليها طبعا بشكل مفصل، ولكن تحليل السياقات بشكل سريع. في سؤال من أختنا الكريمة بتقول على تحليل السياقات. أولا، أول شيء نحاول إن احنا نبتعد عنه، يعني احنا ما نقولش ان نخلي الطالب لا يستخدم كلمة استخدم الكاتب سياقا. السياق لا يستخدم، السياق يظهر. السياق هو الإطار العام، الاتجاه الذي يسير نحوه النص. هل يسير النص في اتجاه اجتماعي يتعلق بالأفراد، يتعلق بالمجتمع، فبنقول عليه ان هو سياق اجتماعي مثلا. هل يسير النص في اتجاه مناقشة الأفكار، مناقشة المعتقدات، فنقول عليه أنه يكون في سياق ثقافي. الثقافة متعلقة بالفكر، متعلقة بالمعتقدات. المجتمع بيتعلق بالأفراد اللي بيمارسوا ذلك، في تداخل أكيد، ولكن إحنا بنحاول نفصلها في أثناء عملية التحليل. هل يسير النص في اتجاه الكلام على الأمور المتعلقة بالتاريخ، على استلهام الماضي، على محاولة المقارنة، فبيقول عليه في سياق تاريخي.
فكلمة تحليل السياقات هنا إن إحنا بنظهر أي السياقات التي يمكن أن نحدد أن النص قد صار في اتجاهها أو من خلالها، لكن الكاتب لا يستخدم سياقا، الكاتب يظهر النص فيه، هو السياق جاي أنا يعني كده من الاتجاه، كأنه واحد بيقود سيارته اتجاها معينا، فمن الممكن أن النهاية نقطة النهاية هذه تكون لها طرق متنوعة، يستطيع أن يذهب من الطريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، الكاتب بيختار أن يذهب من أي طريق بأي شكل، هذا هو السياق، أراد أن يوصل فكرته من خلال المجتمع، من خلال الأفراد تفاعلهم بعضهم مع بعض، نقول أن السياق الاجتماعي كان ظاهرا في النص أو غلب على النص بشكل واضح، أراد أن يظهر أو أن يصل إلى هدفه من خلال الأفكار والمعتقدات فنقول أن السياق كان سياقا ثقافيا أكبر، وهكذا من خلال الدين كان سياقا دينيا، من خلال التاريخ كان سياقا تاريخيا، وأعطي دائما الأدلة عليه من النص. ده بشكل مختصر طبعا فيما يتعلق بالسياقات. المقال الثاني أو الورقة الثانية اللي هي المقال المقارن، هي بتكون عبارة عن الطالب بيكون أمامه 4 أسئلة يجب عليه أن يختار سؤالا واحدا فقط لا غير. في الورقة الأولى الكلام كله كان على النصوص غير الأدبية، هو بيتم تقديم نصين غير أدبيين له. في الورقة الثانية لا، هو بيتكلم على النصوص الأدبية، فبيتم عرض 4 أسئلة وبيطلب من الطالب أن هو يتكلم عن سؤال واحد فقط منهم. ده مثال للورقة الثانية قبل ما نيجي على خطوات الإجابة نفسها. لو لاحظتم هنا يا جماعة أن الورقة الثانية تجدوا أن هي فيها عبارة عن قضايا، ده نموذج من الأسئلة، إلى أي مدى حقق البطل أو البطلة في العملين اللذين قمتم بدراستهما حالة من التصالح أو السلام النفسي في نهاية العمل، تتخذ الثورة على أي نوع من أنواع السلطة أشكالا عدة. سنجد أنه دائما يحدد قضية، موضوع، شيء عام بيتكلم عنه، ليس العمل الأدبي، ليس تحليله، ليس نوعه، ولا أي شيء فيه خالص، هو ملوش علاقة بالعمل الأدبي هنا إطلاقا في كفنية تحليل العمل الأدبي. فبالتالي الطالب لابد أن يوظف ما تعلمه معك أنت في تحليل هذا العمل لخدمة السؤال ليس لشيء آخر. فلو افترضنا أن الطالب قام في هذه الورقة بتحليل العمل الأدبي تحليلا ممتازا، تكلم عن الأحداث وعن الشخصيات وعن القضايا وعن اللغة وعن السياقات وكل شيء، كل شيء لهذا العمل الأدبي بشكل ممتاز، ولكنه لم يربطه بالسؤال، لن يأخذ علامة في هذه الورقة، ممكن يفقد العلامة كاملة كمان لو كان المصحح يعني من المصححين الرخمين شوية. هجيب الجايد هنا تاني بس عشان نشوف المعيار فيه بيكون باين عليه ازاي. الورقة الثانية في المعيار ألف مثلا المعرفة والفهم والتفسير، إلى أي مدى يستفيد الطالب المتقدم للاختبار من معرفتي بالعملين وفهمه لهما لاستخلاص استنتاجات عن أوجه الشبه والاختلاف فيما يتعلق بالسؤال. في كل مستوى من مستويات لغاية 10 هنجد كلمة السؤال مكررة. التحليل العام للعمل الأدبي لن يخدم الطالب في هذا المعيار تحديدا، فهو عنده المعيار ألف اللي هو اسمه المعرفة والفهم والتفسير، اللي المفترض ان احنا مفترض يعني ما بين قوسين على حسب درجة إجادة الطلاب، المفترض أن هذا المعيار الطلاب كلهم يجيبوا فيه من 9 على 10، لأن هو بيتكلم على معرفتهم بالأعمال اللي أنتم قمتم بتدريسهم فعلا. فلو انشغلنا أكثر بتحليل العمل الأدبي والغوص في تفاصيله وفي قضاياه عن تدريب الطلاب عن كيفية ربط هذا التحليل بموضوع السؤال، هو سيفقد درجة كبيرة في هذا المعيار. لذلك قال هناك مثلا في 1 و2 هناك قدر ضئيل من المقارنة والمقاربة ذات المغزى للعملين المشار إليهما في السؤال. في السؤال الموضوع كله مرتبط بالسؤال. فلما هرجع تاني لمسألة السؤال اللي موجود هنا،
السؤال بيتكلم على السلام النفسي، إلى أي مدى حقق البطل أو البطلة في العملين السلام النفسي؟ يبقى أنا المفروض بتكلم على هذه النقطة أبينها من خلال تحليل العمل، بتكلم عن الثورة، بتكلم عن تشكل الشخصيات، بتكلم عن مفهوم الغنى والفقر. يبقى بالتالي أنا برجع ليهم، بستخدم العمل كوسيلة وليس كغاية. تحليل العمل لابد أن يرتبط طول الوقت بالسؤال الذي اختاره الطالب وليس تحليل العمل لحد ذاته. كيفية الوصول إليها أيضا أن احنا بنبدأ بمقدمة الطالب من خلال مصطلحات السؤال. أنا بسمي دول مصطلحات السؤال، حضراتكم ممكن تاخدوا الكلام ده وتسموه أي شيء أنتوا عايزين. أنا بعرضها كده للطلاب، بقول مصطلحات السؤال، بقول النقاط المضيئة في السؤال، اللي هي كلمة البطل أو البطلة، اللي هي التصالح، السلام النفسي، أنا بأسميهم هذا الاسم، لكن هم مش أكيد مش لازم يكونوا مصطلحات أو شيء، ولكن أنا بعرضهم بهذه الطريقة. فالمقدمة اللي الطالب هيبدأ بيها هتكون من خلال هذه الأشياء. يعني مثلا يبدأ يتكلم عن فكرة السلام النفسي وأهميته، يبدأ يتكلم عن فكرة أن الأدب يحرص بصورة عامة على تقديم المفهوم العام للسلام والتصالح مع النفس والتصالح مع الذات. هذه مقدمة فقط عامة تماما، لا يذكر فيها العمل الأدبي ولا أي شيء هو اعتمد عليه، فبتكون برضو من خلال 3 أو 4 أسطر فقط لا غير، بيتكلم فيهم على مصطلحات السؤال اللي موجودة: السلام النفسي، ثورة، نوعها، قد تكون ثورة داخلية، قد تكون ثورة خارجية، إيه معنى كلمة سلطة، أي شيء متعلق بالسؤال نفسه بدون أن يذكر شيئا متعلقا بالعمل الأدبي. فبالتالي نحاول نبعد بقدر الإمكان، لأنه يؤثر أيضا على درجات الطلاب، على البداية التقليدية اللي احنا كتير من أساتذتنا الكرام كانوا بيعلموها للولاد. سأناقش في هذا المقال ارتباط السلام النفسي من خلال مسرحية بيت الدمية ومن خلال عمل الأدبي بيت الكروان، دعاء الكروان. نحاول نبعد عن هذه المقدمة التقليدية المشهورة، لأن احنا نحاول نخلي الطلاب يمشوا فيها ببناء هرمي منظم، فياخد الدرجة الأخيرة أو الدرجة الأعلى في التركيز والتنظيم. بعد ذلك في الفقرة التي تليها بيبدأ يتكلم على ربط موضوع السؤال بالأعمال الأدبية بشكل عام. هنا بقى اللي بيوضح للمصحح أي الأعمال الأدبية هو سيعتمد عليها، لأنه المصحح ما بيبقاش عارف تدرست له إيه. فبيقول في ممكن يبدأ بهذه الطريقة، يقول في العملين الأدبيين اللذين قمت بدراستهما، دعاء الكروان للكاتب طه حسين، قد أوضح بشكل كبير كيف استطاعت بطلة العمل آمنة أن تصل إلى مرحلة للتصالح النفسي مع نهاية وتصاعد وتيرة الأحداث بنهاية الرواية، فقط بدون تفصيل. على الجانب الآخر، كانت نورة في مسرحية بيت الدمية لم تستطع الوصول إلى هذه المرحلة أو على هذه الدرجة من التصالح مع الذات أو تحقيق السلام النفسي بنهاية المسرحية من خلال عمل بيت الدمية لهنريك إبسن. هنا بيكون المقدمة الفقرة هذه بمثابة تعريف فقط بالأعمال الأدبية اللي هو استخدمها حتى يقوم بتطبيق موضوع السؤال عليها. فهنا هو بيبدأ بمقدمة عامة دي الأساس، ويبدأ يطلع بشكل هرمي بيخصص فيه كل مرة، الأول عموما بمصطلحات السؤال، بعد ذلك بالأعمال الأدبية اللي هو بيتكلم عليها، بعد كده يبدأ يتكلم بقى على موضوع السؤال نفسه أيضا من خلال هذه الأشياء الثلاثة المهمة: قضايا، سياقات، لغة. كيف وظف الكاتب القضايا الموجودة في النص لهذا الغرض اللي هو غرض السؤال؟ أنا بتكلم عن السلام النفسي وأتكلم عن دعاء الكروان، وفي دعاء الكروان الكاتب مثلا ناقش قضية الثأر، قضية الانتقام، دي مش موجودة في السؤال. هنا بقى يأتي دور التحليل اللي احنا بنتكلم عليه، نستخدمه ليس لذاتي ولكن لغيري. الكاتب ناقش قضية الثأر داخل الرواية، لكن هل كيف ارتبطت هذه القضية بمسألة السلام النفسي؟ أن قضية الثأر والانتقام في دعاء الكروان
لم كانت المحرك والدافع الأساسي للاتصال ما بين آمنة وشخصية المهندس، وهو ما أدى إلى تطورها بعد ذلك وإلى التعلق به بعد ذلك، لتصل في النهاية إلى استخلاص أن الثأر لن يكون سبيلا لتحقيق السلام النفسي مثلا. يبقى وصل لها دايما بهذا الأمر، أتخذ من القضايا التي ناقشها الكاتب وسيلة لربطها بموضوع السؤال. هنريك إبسون كان يتكلم عن فكرة استقلالية المرأة، كان هذه كانت من القضايا التي ناقشها الكاتب داخل مسرحية بيت الدمية، ولكن فكرة استقلالية المرأة هذه كانت دافعاً لنورة لارتكاب خطأ كلفها سلامها النفسي أو كلفها تصالحها مع ذاتها، لأنها قررت بنهاية المسرحية أن تتخلى عن عائلتها، أن تتخلى عن أطفالها، أن ترحل عنهم، فوقعت في مشكلة أكبر. يبقى إذا تحليل العمل الأدبي قضاياه، سياقاته، لغته تستخدم كلها لخدمة السؤال وليس لتحليل فقط. فلا يجب أن نشغل الطلاب أن نقعد أقول له حاول تفكر بالقضايا، حاول تفكر بالأشياء اللي ناقشها الكاتب، الهدف منها، الأحداث، الزمان والمكان، كل هذه الأشياء جميلة جدا وممتازة جدا إذا خدمت السؤال، إذا وظفت للإجابة عن السؤال. لكن لو كانت للتحليل للكلام بشكل عام لن يكون لها قيمة، ستؤدي إلى أن يكون العلامة التي يحصل عليها الطالب تقل بشكل كبير. أيضا القضايا والسياقات واللغة هنا ليست على سبيل الترتيب، هما مش بهذه الصورة، ولكن يستطيع الطالب أن يحدد هو يريد أن يبدأ بماذا فيهم على فكرة الأهمية، الأولوية. هو يرى أن هذا السؤال يناسب، لو كلمنا على السؤال الأولاني مثلا، مناسب أن يكون أول شيء وأكثر الأشياء ارتباطا به هو القضايا. ربما يأتي على السؤال الثاني، لو طالب اختار السؤال الثاني مثلا، يكون يرى أن أكثر شيء ارتباطا به سيكون السياقات، باعتبار أن هي ثورة تعبر عن فكر وترتبط بالمجتمع، فالسياقات الموجودة داخل العمل الأدبي والتي عرضها الكاتب هي التي ستوضح هذا الموضوع بصورة أكبر. طالب ثالث سيجد أن اللغة هي الأهم. لو اختار مثلا السؤال الثالث، تتشكل الشخصيات، طب ما الشخصيات تتشكل في العمل الأدبي وأنا لم أكن موجودا مع هذه الشخصيات، ولكن لغة الكاتب في عرض ملامح هذه الشخصيات وتطورها وتحديد الثابت والنامي منها وعلاقتها ما بين الآخرين، هذه اللغة هي التي أوضحت لي أنا كقارئ كيف تشكلت هذه الشخصيات، فبالتالي سيكون مناسب لي أن أبدأ التحليل من خلال اللغة، ثم أتي بعد ذلك مثلا القضايا وبعد ذلك السياقات. فبالتالي ترتيب هذه العناصر ليس بشكل بنفس الترتيب، ولكن الطالب اللي بيتخذ فيه قرار، وهذه أيضا من الأمور المهمة اللي حضراتكم المفترض أن أنتم دائما تحاولوا تدربوا الطلاب عليها، إن هو كيف يتخذ قرارا في تنظيم إجابته، أي العناصر سيأتي إليه. باقي العناصر في التحليل الأدبي يستطيع أن يدمجها كما شاء إذا كانت لها علاقة بالسؤال. إذا لم يكن لها علاقة بالسؤال لا قيمة لها الآن. فمثلا السؤال بتاع اللي هو المتعلق بالسلام والتصالح والسلام النفسي ليه علاقة بالزمان والمكان، لن يكون تحليل الزمان ومكان العمل له ضرورة هنا بشكل ما. ممكن يكون طالب تاني يقول لك لا يا أستاذ أنا أرى أنه له ضرورة. ممتاز، إذا استطعت أن تربطه بالسؤال استخدمه، إنما العناصر الأساسية التي لن تستقيم إجابتك إلا بها هما الثلاثة دول، القضايا والسياقات واللغة، إجابتك لن تستقيم إلا بالثلاث أشياء هذه. باقي عناصر التحليل إن استطعت أن تربطها بموضوع السؤال فأهلا وسهلا، إن لم تستطع فخلاص. ممتاز، نعم يجب أن يكون في مجموع موجود فيه قضايا وسياقات ولغة، لابد، هذه يجب أن تكون موجودة. المفاهيم السبعة اللي احنا اتكلمنا عليهم هنا لن يكون لهم ارتباط بشكل مباشر هنا داخل تحليل الورقة الثانية أو الورقة الأولى، لن يكون لهم بشكل مباشر فيه، سيكون لهم انعكاس فقط،
عندما يقوم عندما يأتي الطالب أو يعرض الطالب تحليله. مش احنا كده قلنا معيار اللغة اللي في الآخر هذا هو اللي بيبين لغة الطالب نفسه، مدى فهمه لها، مدى إدراكه للتعلم بالمفاهيم. احنا قلنا إن هي بتشكل إطار فقط ولن يتم تقييمها بشكل مستقل. ده بالنسبة لي يا جماعة كل الأمر، أنا طولت عليكم جدا طبعا، يعني أرجو أن الأمر يكون كان له بعض الفائدة لكم. إن كان هناك الآن أي أسئلة متعلقة بالموضوع النقاش أو أردتم أن يكون فيه تعميق لنقطة أكثر، فأهلا وسهلا بكم، وإلا فأنا طولت عليهم كثيرا وشكرا لكم جدا. فإن كان في أي أسئلة أهلا وسهلا بكم، سواء كان طبعا حد عايز يتكلم على المايك أو يكتب كما تشاؤون يعني. ما في أسئلة؟ الحمد لله كله واضح تمام، الله يبارك فيك. في بس سؤال فوق اهوت، تدني الإنجاز للغة والأدب هذا العام، مسألة الباوندريز، مسألة ال الله يرضى عليكم، مسألة نطاق الدرجات اللي احنا كلنا بيبقى عندنا مشكلة فيه، ان احنا مش بنقدر نتحكم فيه للأسف الشديد. اللغة العربية مظلومة، واللغة العربية عندنا مشكلة. لا، هو مش في آلية التصحيح بحد ذاته على قد ما الأمر بشكل كبير متعلق بالنتائج، ولأن الموضوع يعني مش عارف أقول لكم إيه بالظبط، ولكن القائمين على التصحيح في حد ذاته واللي بيقدموه هم مجموعة واحدة بقالهم كتير جدا جدا، ودايما بيترفع الباوندريز وبينزل، احنا مش بنكون عارفين ليه. وده كان السبب ان احنا قعدنا تصحيح كتير من الاوراق وفعلا اخذنا عليها درجات اعلى من الطلاب بعد كده. يعني نتمنى ان هو في، انا عارف ان في شكاوى كتيرة جدا بعد الاي بي، وفي وعود اخذناها وفي وعود اتكلمنا فيها، يعني لا ما كانش على قدر التوقع طبعا اكيد، وكان فيها حاجات كتيره مختلفه عن كده، يعني مختلفه عن مساله الباوندريز. حتى هتلاقوا دايما في الانجليزي الطلاب بيجيبوا اكتر، ودايما بيكون المبرر يقول لك اصل النتائج في الانجليزي اقل من العربي. ازاي ما تفهموش؟ يعني شيء غير مبرر بالمره، على الرغم من ان عدد الطلاب اللي بيتقدموا لامتحانات اللغه الانجليزيه كانت مختلفه عن يعني اكثر بكتير عن اللي بيتقدموا اللغه العربيه، ولكن دايما بيكون الباوندريز اللي موجوده في اللغه العربيه اعلى، فيقول لك احنا بنعليها، فبالتالي الطالب تلاقيه عشان يوصل للسته او السبعه الموضوع بيبقى فيها صعب جدا. لا يوجد عدد كلمات مطلوبه للتحليل في اللي سواء كان في الورقه الاولى او الورقه الثانيه. بشكل عام احنا بنقول ان هي بتكون عندهم بيكون فيها ما يتعلق في حدود 700 كلمه. ده كده عرفا ما بين الناس ومن خلال مناقشات مع المصححين وما الى ذلك، انما بيكون في حدود من 700 كلمه. انا عارف ان في طلاب بيكون عندهم مخاوف من مساله اعاده التصحيح لان الدرجات بتقل او ما شابه، ولكن في الغالب هي لا ما بتقلش، هي بتزيد، انا اعلم ذلك جيدا. لكن للاسف يعني احنا دي بيكون ما عندناش يعني التحكم فيها. إن شاء الله يكون في شيء آخر متعلق بالام واي بي بإذن الله رب العالمين في التقييم، يكون في شيء آخر متعلق ببناء الوحدات مرة تانية. أنا كنت عملته وللأسف الشديد التسجيل ما كانش موجود. التسجيل للمحاضرة دي إن شاء الله أنا هضع لكم الرابط ليها، أنا بسجلها وإن شاء الله هرفعه وهضع لكم الرابط ليه، وحضراتكم كلكم يكون متاح لي. أستاذة ماجدة اتفضلي. حاضر أستاذ مصطفى، أنا إيه. اتفضلي أستاذة ماجدة. أستاذة ماجدة حضرتك رفع إيدك، في سؤال حضرتك هتحبي تكتبيه ولا تقوليه بالمايك؟ حاضر أخي الكريم، هحاول إن أنا أجيب نماذج للحصص وأبعتها ليكم إن شاء الله رب العالمين. برضو نفس الكلام بالنسبة لتصميم لمنهاج اللغة والأدب، طبعا هو على ماي أي بي في بعض النماذج ليها، ولكن لو أردتم نماذج من المدارس أو شيء موجود حاضر
استطيع ان انا اشارككم بيه باذن الله رب العالمين، ما في مشكله في ذلك. طب هي يبدو ان الاستاذه ماجده كانت رافعه ايديها فقط. طب اتفضلي يا استاذه، اكتبي السؤال لو اردتي يعني. حاضر، انا هضع عليكم ده باذن الله رب العالمين. استاذ طارق، تريد انك تتكلم ام تكتب سؤالا كما شئت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يجزيك خير اولا دكتورنا الفاضل. الله يرضى عليك يا رب، تسلم. هو سؤال بس في مجالات الاستكشاف الثلاثة. نعم. ما الذي أدرب طالبي عليه وأطلبه منهم في كل مجال؟ إنك حضرتك بتحاول إنك توضح له كيف يرتبط هذا العمل بهذا المجال فقط. على فكرة مجالات الاستكشاف هي عملية تنظيمية فقط، لن تؤثر في عملية التقييم أو غيره، هي عملية تنظيمية لأجل التعليم، لأجل تنظيم المنهج، لأجل التدريس، لا أكثر ولا أقل. يعني وانا اقسم المنهج واقسم الوحدات، بجعل وحدات خاصه بكل مجال استكشاف، لكن بالضبط. لا التزم، لا التزم يعني في كل نص اذكر ما يتطلبه من معايير التحليل. أصبح رجل بالمتعلق بها مجال الاستكشاف نفسه. يعني انا اقصد اذا قسمت الوحدات وفقا لمجالات الاستكشاف الثلاثه، هل معنى ذلك انني حين اتي للتحليل النص لا التفت بقى للمجال نفسه، ولكن اعطي النص حقه من التحليل؟ هل هذا المقصود؟ نعم، يعني فكرة المجال نفسه هو لمحاولة الربط، لمحاولة مساعدتنا نحن ونحن نقوم بتصميم البرنامج، بتصميم المواد اللي موجودة فيه، أن يكون لنا اتجاه لتحليل الأعمال الأدبية من خلال هذا، تحليل الأعمال غير الأدبية من خلال هذا المجال، لكن ليس الهدف منه أن هو هيكون متدخل في مسألة التقييم، لا مش هيبقى فيها مشكلة كبيرة. تمام. الله طيب يرضى عليك، جزاك الله الله خير. يكرمك، تسلم. أستاذة ماجدة اتفضلي كده. مساء الخير. أهلا وسهلا. بدي أشكرك أول شيء لأنه حضرتك لبيت الدعوة اللي أنا طلبتها الله وبسرعة يرضى عليك. هائلة، الله يرضى بشكرك عليك. وبشكر وقتك. شكرا عندي جزيلا. سؤال بالنسبة للتقييم الداخلي وقت بدنا نتناول الأعمال غير الأدبية. فرضا أنا بالنسبة للنوع الأدبي عم درس ساق البامبو، بالمقابل بدي أتناول مع طلابي أعمال غير أدبية. إذا كانت مقالة بدي أتناول من 5 لـ10 مقالات، صح؟ معون؟ لا لا، ما فيش عدد محدد. طيب، ما في عدد محدد للمقالة، نعم. هن فيهم يستخدموا نفس المقالات اللي أنا عملتها بالصف معهم ويستخدموها بالتقييم الداخلي، أو أنا نعم. بس هو بدي أشرحهم بقلب الصف من دون ما أغوص بتفاصيلها وبس بدي أعلمهم عن التقييم الداخلي باخد غير أمثلة؟ إذا في مجال توضح لي هالفكرة عن المعروف. الله يكرمك، يستطيعوا ان هم يستخدموا نفس الاشياء اللي حضرتك درستيها داخل الصف، ويستطيعوا ان هم يستخدموها كامثله ياتهم بمقالات اخرى على منوالها. الاثنين صح، اوكي، ما فيش عظيم. مشكله فيه. وموضوع من 5 لـ10 ولهذه الاشياء، لا ما فيش الكلام ده. يعني هو على حسب ما تري انت كمعلمه انك قد استوفيتي الامر فيها. نعم، ما في نعم. نصيحة من حضرتك للعدد أو مثلا 2 3، ما في نصيحة، ما حسب الصف يعني والطلاب. انا بالظبط، انا بالنسبه لي كنت دايما بيبقى على حسب الطلاب. في طلاب بيساعدوني ان انا اكون فيه اكتر، لان انا لن استطيع، انا بكون بحاول اجيب اكبر عدد ممكن بالتاكيد، لكن في طلاب بيساعدوني ان هم بيقراوا في البيت، لما بطلب منهم مهمه يقراوها ويرجعوا لي بيقراوها، لما بطلب منهم ان هم يقراوها داخل الصف بيكون في انجاز، لكن في طلاب تانيين الامر فيهم بيكون صعب، فبلاقي نفسي ان انا وصلت ل3 مقالات مثلا بالعافيه. فبيكون اللي بيحددها هو طبيعه الطلاب اكيد. بعد عندي آخر سؤال لحضرتك، هل اتفضلي. بتظن إنه بمجرد ما عملنا الورقة الأولى من ناحية التحليل وطريقة تناول
كتابة الورقة الأولى منكون قطعنا تقريبا مسافة كبيرة من التقييم، لأنه كله عم يشبه بعضه حسب ما أنا لاحظت. صح طبعا، موافق جدا على هذا الكلام، كله متقارب جدا جدا من بعضه. والفكرة أنك أنت الورقة الأولى فعلا بتخليك تاخد جزء كبير من مسافة التقييم، بعد ذلك لو كان في التقييم الداخلي بتحاول تربط بشكل كبير بالقضايا العالمية، في التقييم في الورقة الثانية تربط بالعمل الأدبي وموضوع السؤال. فأنا أوافق حضرتك طبعا على كده. أنا بشكرك وبشكر وقتك. شكرا ليك، تسلمي. أستاذنا حضرتك كاتب اللغة العربية للجميع، فأنا مش عارف حضرتك اتفضل يعني. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. عاجزين عن الشكر أستاذنا على كل النصايح والمعلومات اللي تقدمها. الله يبارك في عمرك. احنا طبعا لسه عشان احنا في البداية أول مرة ندرس الـ IV، فعندنا بس شيء من الارتباك، فنسأل عن حاجات ممكن تبدو بسيطة للآخرين. ما فيش شيء، انت حركت في أي كل حاجة مهمة. تمام، تسلم. عايز أسأل على فقط يعني العمل الأدبية مثلا في الصف الثاني عشر. نعم. أنا من درس أبو القاسم الشافعي، خدنا في الدورة لازم من 15 ل 20 قصيدة، هل ده لازم؟ لا. يعني لأنه ممكن قصيدة مثلا ضخمة تاخد فترة طويلة. بالضبط. يعني المهم إن أنا أحقق لي الهدف. بالضبط. أنا مش عارف مين قال لك من 15 ل 20 دي بصراحة، بس يعني لا، مش ما فيش حاجة كده. طيب جميل، ده شيء. الشيء الآخر، طيب لو إحنا هنبدأ البرنامج من الصف 11 مثلا، هل مثلا الورقة الأولى والورقة الثانية وأنا بحط الميد تيرم أو الاند تيرم ده برضو بطبق على نفس الأمور وأنا في الصف 11، ولما أروح الثاني عشر أنفذ نفس الشيء؟ بتنفذ نفس الشيء هو، لأن أنت الفكرة أنك أنت طول الوقت بتستثمر الوقت في التدريب على أنواع مختلفة من النصوص. اللي بيختلف من الصف الحادي عشر للصف الثاني عشر واحنا بنضع التقييمات مدى درجة التعقيد، مدى درجة المستوى في النصوص المقدمة، انما الامر واحد في التناول. في البداية اكيد هتختار بعض النصوص الاسهل شوية والابسط حتى يعتاد الطلاب، بعد كده تتدرج في درجة الصعوبة والتعقيد للنصوص المقدمة. تمام، يعني وانا بحط امتحان للصف الحادي عشر ميد ترم، هعمل ورقة اولى ورقة ثانية والاند ترم وكذلك الترم الثاني. تمام، بالظبط. لو انت هتعمل مثلا في الورق في الصف الحادي عشر وانت كنت في الميد ترم، ممكن تكون انتهيت من عمل واحد، اكيد مش هتطلب من الطلاب ان هم يطبقوا على عملين، ده موضوع داخلي، هو الاي بي مش هيسالك عليه في حاجه، فساعتها هتقول لهم طبقوا على عمل واحد كتدريب للورقه الثانيه وهكذا. تمام. بيتدرج الامر. تمام. مع مرورك او مع سيرك داخل المنهج نفسه كذلك. طيب، وانا في البرنامج في الصف الحادي عشر والثاني عشر برضو بدربه على مجالات الاستكشاف الثلاثة. بالضبط. هي النص والمتلقي والتناص الزمن والمكان، بحيث لما يروح للثاني عشر خلاص عنده فكرة والأمور. صح. أصبحت رتم مستمر. بالضبط، حضرتك بتتدرج فقط في درجة زي ما نقول التعقيد، التركيب، الصعوبة، التدريب اللي في مستوى النصوص المقدمة. تمام أستاذنا، شكرا. الله يبارك فيك. بس معلش بأكد بس على ياريت إرسال نماذج للحصص عشان إحنا نتعلم منها نتناولها إزاي، الأسئلة المفروض تكتب إزاي، يصير الحصة يكون ماشي إزاي. خلاص، حاضر إن شاء الله، بإذن الله سأفعل ذلك. شكرا أستاذنا، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أستاذة منى، تفضلي حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك وإياكم. بس أستاذنا من فضلك، أنا لدي استفسار أواجه مرات مع طلابي، أو واجهت أنا هذه السنة الأولى التي أدرس فيها DP، نقص في المخزون الاصطلاحي واللغوي للقضية. يعني نفترض حين توصلنا إلى قضية عالمية هي مثلا أثر التسلط والاستئثار بالموارد الطبيعية في نشر الفقر والجوع. طيب، أنا اضطررت أن أبحث عن
موارد خارجية لتعريفهم ما هي الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة. يعني هناك مخزون اصطلاحي ولغوي مفترض أن يكتسبه الطالب ليكتب ليناقش. هل هذا من واجبي أن أبحث عن موارد إضافية إثرائية أرسلها لهم يقرؤونها، أو هذا واجب الطالب، أو هذه ربما إشكالية أنا أعظمها و مفترض لا، هي حضرتك لا تعظميها ولا حاجه، بالعكس هي ده حقيقه وواقع مرير كلنا نعيشه للاسف الشديد. طبعا بيكون من يا حبذا لو استطعت انك تعطي للطلاب موارد اضافيه يستطيعوا ان هم ينموا مخزونهم اللغوي من خلالها ومخزونهم الاصطلاحي من خلالها، ده هيكون ممتاز جدا جدا، لكنه ليس واجبك انت، هو واجب الطالب بالمقام الاول. الشيء الاخر الا تسعي بشكل كامل لاصلاحه. أنا عارف إن الأمر كان قد يكون مفاجئ ليكي، ولكن إحنا في مرحلة الدبلومة بتشبه كده الثانوية العامة في مصر عندنا، أو حتى في بلادنا كتير يعني إخواننا الكرام من أي بلد أخرى. الهدف هو العلامة، لأن هو وصل لمرحلة الدبلومة فأنا عايزه يجيب 7 أو يجيب 6 على الأقل، فأنا بعطي له الأدوات اللي بيحاول من خلالها يصل إلى ذلك. من ضمن هذه الأدوات هي المخزون اللغوي اللي حضرتك بتتكلمي عليه، الاصطلاحات اللي بيشتغل بيها. فحاول بقدر الإمكان أن أنا أركز على الأشياء التي سوف يستخدمها في إجابته وليست بشكل عام. فلو عشان كده لو حضرتك مثلا بتتكلمي على النموذج اللي حضرتك قلتيه أثر، ممكن حضرتك تقوليه تاني بعد إذنك؟ أثر الموارد أثر التسلط والاستئثار بالموارد الطبيعية في نشر الفقر والجوع. تمام، ده على أساس إن دي قضية عالمية. حاولي تصيغيها بصورة أبسط من ذلك، الفكرة علاقة التسلط بالفقر والجوع، حتى تستطيع إن هي تكون أولاً تتعدى أشياء كثيرة لا يكون لها تعلق بشيء محدد، لأنك قلت الموارد الطبيعية. طب لو كان موارد غير طبيعية تؤدي إلى تسلط وفقر وجوع أيضاً؟ ممكن. طب لو كانت الأشياء، فبالتالي عشان نحقق فكرة إن هي قضية عالمية عامة اختصريها بشكل كبير، فتقولي علاقة التسلط بالفقر ونسكت وخلاص، يبقى الموضوع انتهى. وانت هتشرحي له بقى اثناء ذلك الاشياء الاخرى اللي موجوده عليها، فيكون الامر اسهل عليه بشكل كبير. نعم، لأنه تم الإشارة في دورة أنه القضايا تستلهم من أهداف الأمم المتحدة للتنمية البشرية، ايوه فانطلقت من خلالها أنا أنه الموارد الطبيعية في مزرعة الحيوان. أنا الآن أدرس رواية مزرعة الحيوان، تمام، فإنه حين أنه هذه الموارد الطبيعية في المزرعة تذهب إلى البشر، يعني وكان المقتطف يركز على أنه البيض والحليب أنه هذه الموارد، فأنا اضطررت تمام أن أصوغها بشكل أنه إيراد الموارد الطبيعية. ولكن صحيح. تنصحوننا بعدم انا انصح ان انا ابعد عنها عشان احاول بقدر الامكان ان انا اخرج من معضله اللي حضرتك موجوده فيها الان، فكره ان الطلاب عندهم ضعف في المخزون اللغوي والمخزون الاصطلاحي. اثناء الشرح واثناء التناول انا ممكن اشير لهذه الامور، لكن في الصياغه نفسها، لان الولد بيتعلق بشكل كبير بالصياغه اللي حضرتك بتقدميها له. نعم بالظبط، احنا بنحاول نستلهم منها من غير ما نصوغها في العنوان في حد ذاته. الحاجه الثانيه، انتوا يعني حضرتك ممكن تكوني لاحظتي ان انا ما جبتش سيره اهداف التنميه المستدامه خالص. انا عارف ان في كل يعني دورات الاي بي هم بيتكلموا على اهداف التنميه المستدامه اللي اتكلمت عليهم الامم المتحده، وانا كنت في البدايه بعمل نفس الكلام دوت، وبعدين وجدت ان الامر بيزيد عند الطلاب نوع من انواع التعقيد، والامور ما بتكونش واضحه في ذهنهم، وهي اصلا هي اسمها اهداف التنميه، في حين ان انا بقول ان انا بقول ان عايز اخد منها قضيه عالميه. طب هي هدف من اهداف التنميه وانا بطلع منه قضيه عالميه، اللي هي بتمثل في الاساس مشكله، بينما في اهداف التنميه المستدامه هي سعي وحل. فوجدت ان في نوع من انواع التناقض بعض الشيء، فبقيت بقول ان هي مظله عامه ممكن ناخد تحديها من ضمن الانشطه اللي ممكن تعمليها في حصه من الحصص، انك تعطيهم هذه الاهداف وان هو ياخد يعمل كده زي ما بنقول عليها اللي هي يعني تقسيم لما يمكن ان يندرج تحت هذه الاهداف من قضايا عالميه عامه. أنا أستاذي ما فعلته أنه وضعت ربطت بينها وبين هرم ماسلو، يعني الاحتياجات، أنه ممتاز، كل قضية هي نقص في مجال ما من احتياجات الإنسان. ممتاز فإذا جدا، استطعنا
إذا استطعنا أن نفكر ما النقص في الاحتياجات لدى هذا الإنسان ارتباطاً بهذه القضية، عفواً بهذه الأهداف، أنه يصبح التصور أفضل في صياغة القضية العالمية. بالضبط، ده حقيقي وصح وممتاز جداً اللي حضرتك عملتيه دوت. لكن أنا بحاول يعني بقدر الإمكان زي بقولك أن أنا ما أعقدش الأمور عليهم، علشان زي ما حضرتك بتقولي ربما الانسان في بدايه التدريس بيظن ان اللي بيجي له كله هو بيكون قانون واحد، لكن مع الخبره بتجدي ان لا، الامر مش بالطريقه ديت، فالافضل ان احنا نختصرها بقدر الامكان. طيب شكرا لوقتك، شكرا، الله يجزيكم الله الخير، يبارك شكرا. فيك واياكم، الله يرضى عليك. استاذ جمال تفضل اخي الكريم، حضرتك في سؤال استاذ جمال؟ السلام عليكم أستاذي. عليكم السلام، أهلا وسهلا، اتفضل. جزاك الله خيرا ومشكورك جدا على مجهود الله يبارك حضرتك فيك. ووقتك معانا. كان ليا سؤال، هل في استراتيجيات معينة ممكن أسير عليها في تحليل النص الأدبي أو الغير الأدبي، أو نظريات معينة ممكن أنا أمشي عليها؟ هو أنا لسه الأول سنة، السنة دي المفروض إن إحنا هنكون دي في، فأنا كنت عايز أعرف مهارات معينة هعلمها الأولاد أو استراتيجيات معينة همشي على أساسها. طلابك هم أفضل استراتيجية، احتياجات طلابك، بمعنى احتياجات الطلاب. احتياجات طلابك عايزين ايه، هم أفضل استراتيجية ممكن تمشي عليها. كل الاستراتيجيات، كل الأمور التربوية، كل الوسائل وطرق التدريس وكل هذه الأشياء هي أمور مساعدة فقط لا غير، وليست هدفا في حد ذاتها على الإطلاق. فما فيش شيء محدد، انت بتحاول انك تصل بالطلاب ان هم يتقنوا الأعمال وتحليلها وصولا إلى التقييم. فطلابك هم أفضل استراتيجية ممكن تمشي عليها، على حسبهم هم وعلى حسب الشيء المناسب ليهم، هو ده اللي هيحدد لك الحصة بتمشي إزاي، تحليل العمل بيمشي إزاي. لأنه لا في الآي بي لا بيقيمك أنت كمعلم ولا بيقيم طلابك على أساس الاستراتيجيات اللي أنت بتستخدمها، فأنا أشغل دماغي بيها ليه؟ تمام. طب هل في نقاط معينة أركز عليها أثناء تحليل النص الأدبي؟ هما الثلاث نقاط المحددين اللي بنقول ان هو لن تستقيم اجابه الطالب بيهم، القضايا، السياقات، واللغه. تمام. دول اكثر ثلاث اشياء مهمين اللي هو لن يستطيع ان هو يجيب عن السؤال او يقدم تحليلا متكاملا الا بهم. باقي الاشياء على حسب الاحتياج. على حسب الاحتياج. نعم. اشكر حضرتك جدا. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. استاذ اسلام، تفضل اخي الكريم. السلام عليكم، تسمعوني؟ عليكم السلام، نعم تفضل. يعني نشكرك شكرا جزيلا يعني على هذا الشرح الوافي. الله يرضى عليك. يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الله يرضى عليك. الله يكرمك يا رب. انا بس استفساري صغير، يعني انا بجد في بعض المواد الاخرى عندنا في المدرسة في مواقع ومصادر متنوعة ومختلفة للكثير من الحاجات المفيدة للمعلمين، لكن في العربي بلاقي ان يعني الموضوع فيه مشقة شوية ان الواحد يوصل لمعلومة او شيء. هل مثلا حضرتك تعلم شيء يفيد الناس او كده؟ دي نقطة. والنقطة الاخرى كنت بعت لحضرتك في الشات ان لو في بعض النماذج الاجابات معدة من المعلمين وتكون يعني مستوفية للشروط الاجابات السليمة، بحيث انها تكون يعني نسترشد بيها في طريقة الإجابة بشكل عام على سواء ورقة أولى أو تانية، فيكون جزاك الله خيرا في هذا الأمر يعني. الله يرضى عليك يا رب. طب أنا هبدأ بالسؤال الثاني بالنسبة للنماذج. هو في نماذج موجودة على موقع ماي أي دي، على حد علمي ما فيش حاجة للمعلمين، هم أنا شخصيا ما أعرفش شيء مكتوب كده ولا أحبذه الحقيقة. أنا لا أحب أن أنا يكون في شكل معين أو كنموذج معين، حتى وإن كان على سبيل الاسترشاد. أنا أحب أتكلم على الأمور بشكل عام، وكل واحد فينا بيكون ليه طريقته والمناسب لطلابه فيها. لكن كنموذج للإجابات في الورقة الأولى أو الثانية على ثلاث مستويات موجودة على موقع الاي بي، اللي هو على موقع ماي اي بي في مواد دعم المدرسين اللي هي تي اس ام، هتلاقوها على موقع ماي اي بي. أظن أن حضراتكم كلكم على هذا الموقع، يعني على حد علمي المفروض أن حضراتكم كلكم تكونوا عليه. لما بتدخلوا على مادة اللغة والأدب في مواد دعم المدرسين هتجدوا مواد موجودة باللغة العربية فيها. بالنسبة للسؤال الأولاني، نعم معك حق جدا، مفيش شيء محدد متعلق باللغة العربية للأسف الشديد. أنا شخصيا لا أعلم ذلك،
الامور بالنسبه لي كانت في الدي على مدار سنين انا بحاول ان انا اجمع فيها بمجهود شخصي. اللي بحاول اعمله حاليا لما بقدم مثل هذه اللقاءات او ما شابه يعني كتشجيعا للناس ان ممكن كلنا نشارك هذا الامر، لو كل واحد فينا عنده شيء معين متعلق بخبراته متعلق بتعامله مع الطلاب او ما شابه نقدر نتشارك فيه، حتى نؤسس هذه القاعده للي يكون متاحه باللغه العربيه على غرار المواد الاخرى. لكن على حد علمي حتى الان انا لا اعرف مكان محدد يوجد فيه هذه المصادر، فالامر منوط بالمعلمين بشكل كبير، ولو حاولنا نتعاون كلنا مع بعض ده هيكون شيء رائع. يعني انا بحاول بقدر الامكان من خلال هذه اللقاءات نشارك ذلك. يعني اخونا الكريم انت الله يرضى عليك موجود، هو اسمه ايفون، فيعني حضرتك اتفضل. الو. ايوه اتفضل اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. علينا دكتور ماك، اخبار حضرتك ايه؟ الله يكرمك تسلم. انا ما اسمش ايفون، اسمي ضياء يا دكتور. الله يكرمك. هو طالع قدامي ايفون الخاص بايفون، فانا شايف ضياء. احنا تلاقينا اطلقنا قبل كده في سلطنه عمان لو تتذكر. ممكن. اهلا وسهلا بيك. الله يرضى عليك. استاذ ضياء اهلا وسهلا في المدرسه. أيوة. نعم نعم الحمد اهلا بيك، تشرفنا بيك والله. تشرفنا الحمد لله. الله يرضى عليك على المجهود والوقت الرائع والمعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها. الله يرضى عليك. عندي بس بعض الاستفسارات بعد اذن حضرتك خاصه بالورقه الثانيه. نعم. بالنسبه ل لما اختار الاعمال، هل ممكن يكونوا العملين مترجمين مثلا؟ واحد مترجم واحد اصيل، ده الاول لازم. لا مش قصدي، انا قصدي دلوقتي اختيارات الاعمال اللي احنا اخترناها، وليكن مثلا حضرتك قلت 6 اعمال ومنوعه ما بين حسب المواصفات. نعم. بالنسبه للورقه الثانيه، هل مثلا ممكن يكونوا الاثنين مترجمين ولا لازم يكون واحد اصيل واحد مترجم؟ انت حضرتك قصدك على الاختيار الحر يعني؟ لا يعني انا الحين مثلا بدرب مثلا الطلاب من خلال عملين مثلا على الورقه الثانيه. تمام. فهل ممكن اعقد مثلا مقارنه ما بين عملين مترجمين، ولا لازم يكون عمل ادبي اصيل وعمل ادبي مترجم؟ لازم يكون في عمل اصيل وعمل مترجم، لازم. بعد كده في الاختيار الحر ممكن يكونوا الاثنين اصيلين او الاثنين مترجمين. مش في اختيار النصوص دكتور ماجد، مش في الاختيار الاجابه يعني. في الاجابه، هل من ممكن نطالب لا ممكن يبقوا الاثنين، ممكن يطبق على الاثنين اصيلين او الاثنين مترجمين، لا مشكله في ذلك وان كنت لا احبجهم. طيب بالنسبه لنوعيه الاعمال، يعني نوعيه العمل الادبي او النص الادبي اللي احنا هنتناوله، برضو لازم مثلا يكون في اختلاف وليكن روايه ومسرحيه، ولا ممكن يكونوا من نفس النوع الادبي؟ يعني مثلا يكونوا الاثنين مسرحيين. في التقييم مش مشكلة ان هم يكونوا من نفس النوع الادبي في التقييم، يعني لو هيطبق في الورقة التانية على التقييم وطبق الاثنين على روايتين او على مسرحيتين مش هتمثل مشكلة. في اختيار الاعمال لازم يكون فيها هذا التنوع. لا اكيد في التنوع احنا بنراعي اللي هو المعايير اللي محطوطة في او الموضوع في اختيار الاعمال. بالظبط. وبالتالي وبرضه هقول عليه ان هي كلمة لا احبذه، ليه لا احبذه؟ ببساطة علشان التقييمات هي مرآة لما تم تدريسه في المدرسة. فربما يشك المصحح ان انت لم تدرس اصلا غير العملين دول. ما هو هيكون عنده مثلا في التقييم الداخلي موجود مثلا اعمال نوع ادبي اخر، وفي صح عند حضرتك حق طبعا، ولكن هي ممكن يمكن هي طبيعه شخصيتي يعني، انا مش بحب الاحتمالات شويه، فبحاول ان انا اتجنب ان هي تكون كده، فبحاول ان انا اقول للاولاد دايما ان هم يختار وهو بي قيم هو في التقييم يكون ما بين عمل اصيل وعمل مترجم، ويكونوا من نوعين ادبيين مختلفين، بحاول بقدر الامكان، ولكن لو ممكن عمل غير كده مش هيكون غلط. طيب شكرا دكتور. في سؤال اخير، سؤال قبل الاخير. بالنسبه لتنفيذ المنهج، هل يجوز ان انا مثلا اخصص على سبيل المثال السنه الاولى للورقه الاولى، تدريب على الورقة الأولى والشفهي اللي هو التقييم الداخلي،
كنوع من التركيز على الطالب في إتقان مهارة، يعني بشكل مكثف، إنه يركز ويتملك يعني يمتلك مهارة التحليل في الورقة الأولى. تمام. وبعد كده مثلا في الورقة الثانية أقوم بتطبيق أو تحليل الورقة الثانية، ومثلا أخصص وقت على سبيل المثال مثلا في النصف الثاني من السنة الثانية، وأعمل عملية زي نوع من الشمولية للمنهج في عملية التحليل، سواء كان ورقة أولى ولا ورقة ثانية. هل ده يجوز أو صحيح أو في أي ملاحظات؟ هو يجوز طبعا، يعني هو تنظيم المنهج يجوز، ما فيش مشكلة، ولكن أنا برضو لا أحبزه، لأنه هو بيخل بحاجة واحدة بس، موضوع التوازن. موضوع التوازن ما بين الأعمال، ما بين دراسة كل المساقات وما بين دراسة وتطبيق على كل عناصر التقييم. لو حضرتك هتعمل كده، يعني أنت هتقعد سنة كاملة بتتكلم عن الورقة الأولى وعن العرض الشفهي، ومش هتتكلم خالص عن الورقة الثانية إطلاقا. هقوم بدراسة أعمال فيها، لكن أعمال لن تذكر إطلاقا. التقييم فيها لكن موضوع التطبيق، كتابة المقال المقارن، ممكن يبقى مثلا على هيئة أنشطة بسيطة مصغرة مثلا، لكن ما يقوم مثلا ب يعني شتته ما بين ورقة ثانية وورقة أولى. دي وجهة نظر. أنا بالعكس، أنا أراها أن هي نوع من أنواع التكامل وليس التشتيت. يعني لو أنا حاولت دائما أخليهم بيشوفوا أن هم ثلاث مسارات متوازيين ماشيين مع بعض، ورقة أولى ورقة ثانية تقييم داخلي، وأن كل الأدوات هتستخدم في كل التقييمات بشكل متوازن، هيكون في نوع من أنواع الشمولية أكثر من عدم التشتيت، لأنه ممكن ينسى، ممكن يجي يقولك أنا مش فاكر يا أستاذ، ممكن يقولك إحنا قعدنا كتير قوي. يعني الأفضل من وجهة نظري إن هي تكون بشكل متوازن أكتر. طب شكرا دكتور. الله يبارك فيك أستاذنا الكريم. آخر حاجة بعد إذنك. تفضل. بالنسبة لجزئية الأهداف المستدامة للأمم المتحدة، يعني مثلا لما أجي أطبقها مع طلابي، أنا بس تعليقا على الحوار اللي كان دار مع حضرتك ومع الأستاذة، مثلا وليكن مثلا أجي وأقول الفساد مثلا كقضية، وأقول مثلا أثر الفساد على التنمية في المجتمع، وبعد كده أثر الفساد على التنمية في إقليم معين. أنا كده عملت ثلاث مستويات عشان أوضح للطلبة الفرق بين القضية المحدودة أو الضيقة جدا وما بين القضية الواسعة جدا، وبين القضية اللي بينهم هما الاثنين اللي تصلح لأن تكون قضية عالمية. يعني مثلا، وصحح لحضرتك لو الموضوع أو الكلام مش صحيح، يعني القضية الثانية اللي هي أثر الفساد على التنمية في المجتمعات، دي كقضية أنا اخترتها كقضية عالمية. الفساد بشكل عام ممكن لا يصلح، لأنه يعني زي قضية فضفاضة، مش يعني غير واضحة بالنسبة معلمها للطالب. يتكلم فساد، إيه اللي يتكلم في جزئية الفساد؟ والثانية محددة جدا لأنها خاصة إقليم محدد. ده اللي أنا يعني المنهج اللي أنا بتاخده مع طلابي. بس لو خليتها خاصة بإقليم محدد، انتفع عنها صفة إن هي بقت قضية عالمية محلية طبعا، لا تختار. والأولى في اتفاضة. والأولى في اتفاضة أيضا لا تختار. فنحاول إن إحنا نعملها نجد طريقا وسطا، يعني تبقى هي ما أقدرش أقوله برضو إنها محددة، أصلا لو حددتها أو أخر يعني بدلوا لها توصيف معين. والله إذا أدت في النهاية إن هي استوفت شروط إن هي تصبح قضية عالمية، فما لا مشكلة في ذلك. يعني لو وصلنا في النهاية بالفعل عملت كده، خلاص تمام. ولكن يعني نكون حريصين ان هي بينطبق عليها، ان انا اقول ان انا ما عرضش الطالب ان هو اختار قضيه، وبعد كده يقال ان القضيه اللي بيتناولها الطالب لم تكن قضيه عالميه بالقدر المطلوب. نعم. بس نعم. تسلم لك. تسلم. الله يبارك فيك. تسلم. استاذ احمد اتفضل اخي الكريم. أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش حضرتك استفسر بس بسيط، يعني الطالب عندنا مثلا في جريد 11 درس دعاء الكروان ودرس البؤساء مثلا، تمام، وراح الصف الثاني عشر المفروض ندربه بقى على الورقة الثانية والتناص والتقارب والتشابه والاختلاف،
هو يقول نسيت يعني من الصف الحالي، هل لي في الصف الثاني عشر أنا أعقد له بعض الحصص في المراجعة على ما أخذه للربط لفكرة التناص الزمان والمكان مجالات الاستكشاف الثلاثة، ولا أركز في المطلوب في الصف الثاني عشر؟ لا طبعا هو ما فيش مطلوب، ده للناس اللي احنا كنا بنتكلم الآن فيه مع أستاذ ضياء، إن احنا ما بيكونش عندنا، مش المفروض إن أنا أخصص سنة لشيء وسنة لشيء تاني، المسارات بتسير بشكل متوازي. فانت حضرتك المفروض انك في كل من اول جريد 11 لغايه لما بتخلص في جريد 12 انت بتشتغل مع الثلاثه بشكل متوازي، ما بيكونش لا تخصص سنه كامله او ترم كامل لشيء محدد وبعدين الترم اللي بعديه لشيء تاني او السنه اللي بعديها لشيء تاني، خليها ماشيه كلها بشكل متوازي عشان تتجنب اللي حضرتك بتقوله ده. فبيكون عنده النظره الشموليه دي. تمام، عندنا يعني هم عاملين خطه معينه ل 11 وخطه ثانيه ل 12 فخلصوها مثلا. بس لا احب ذلك خالص بصراحه. تمام، طيب دي اولا. حاجه ثانيه، طلب يا ريت نستغل الجروب اللي احنا عليه دوت اللي هو على الواتس، ونعمل رؤيه اللي ازاي نعمل مصادر للغه العربيه، عشان احنا لما بدانا تعبنا يعني. حد يعمل لنا رؤيه ازاي نجتمع، ازاي نضع المعلومات، ازاي نشارك الاشياء بنيه لله سبحانه وتعالى، يعني ايه خدمه اللغه العربيه بشكله الاجمالي. يا ريت حضرتك تبقى اساس معانا ونعقد اجتماعات دوريه. والله انا اكون في غايه السعاده ان ده يحصل. لان انا حاولت مثلا ادخل على كوجنيتي ان ثينكينج، ولا ده للغه الانجليزيه ليس للغه العربيه بالزبط. ما في شيء للغه العربيه، لا عايزين احنا كلنا موقع. ايوه، فيا ريت الجروب بتاعنا يكون بدايه، ويمكن ربنا يثيبنا خير عن ايه عن ذلك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين، يا ريت طبعا اكيد، وانا احبذ ذلك جدا يعني. خلاص لو في رؤيه اي حد يشاركها على اللي على الجروب. شكرا حضرتك كل الناس. الله يكرمك. تسلم تسلم. استاذ ضياء اتفضل اخي الكريم. ايوه دكتور، بس التوضيح يمكن الاستاذ اللي حضرتك كان بيكلم حضرتك دلوقتي ممكن يكون جديد على الجروب. الجروب عامل درايف، الاستاذ سليم عنده موجود درايف في اللغه الف، وكلنا مشتركين فيه وبناخد منه، واللي عنده ممكن يرسل على الجروب، والاستاذ سليم برضه بيقوم بتنسيق الاعمال داخل الدرايف، فممكن الاستاذ لو هو مش على الدرايف يرسل ايميله والاستاذ سليم ما يقصر ان شاء الله. والله ممتاز جدا، انا شخصيا ما اعرفش، انا كمان جديد على الجروب، ده ممتاز ده. كويس جدا جدا تشرفنا يعني. لا موجود استاذ سليم في درايف محترم، في مصادر برضو محترمه استفدنا منها كثير، بتمنى الله كل خير القائمين على الجروب. فموجود يعني ان شاء الله. طيب خلاص ممتاز جدا جدا تمام. طيب اخواننا الكرام، انا يعني طب استاذ احمد اتفضل، وهستاذنكم عشان انا مضطر ان انا امشي. الله يرضى عليك. دقيقه بس اعرف، يا ريت انا عايز الدرايف ده اوصل له ازاي يعني. هو اظن ان حضرتك بتحط، ممكن بنسال زي ما كان استاذ ضياء بيقول، في حد من استاذ سليم او ما شابه هو المسؤول عنه، فاظن انه ممكن تطلب منه من على الجروب نفسه. ده احنا بنطلب الناس الموجودين دلوقتي ان هم يعرفونا يوصلونا على الجروب. تمام. طيب يعني لو حد من الإخوة الكرام، أو ممكن حضرتك تكتب الإيميل بتاعك ويوصله. أنا في حد والله من إخواننا الكرام هو اللي أضافني على الجروب برضو، فلو ماشي معانا. أنا على الجروب، أنا على الجروب، أنا عايز ينزلوني على الجروب، إزاي أوصل للدرايف ده؟ طيب خلاص حضرتك ممكن تبعت لهم على الجروب يسألهم دوت ممكن إزاي إن يوصلوا، وهم ما بيقصروا يعني ما شاء الله عليهم يعني. ماشي شكرا دكتورنا، ربنا الله يبارك فيكم يا رب، جزاكم الله خيرا جميعا، وشكرا لحضوركم، ومعذرة طولنا عليكم، ونراكم على خير بإذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.